في كل وصفاتنا لمباشر رمضان في الدار. إذا كان فيها اتصالات خلينا نستقبلوها، وإذا ما كانش فيها رياض في كثير من المواضيع راح نتحدث عليها النهار اليوم. معليش انا ماذا بيا نكملوا معاهم حتى يجي اتصال واحد اخر. يلا واش شاف قلت لنا انه العجينه عندنا كونترول سمحي لي. داكور معليش ما قبل ما نكملوا مع الشيف با كان نروح نخليكم هكا تعجني اتيتروفوزي باش تطلع بيا باش تخمر فيما بيناتكم. احنا مشاهدينا الكرام نروحوا الى فقره احوال الناس بعد الجينجل، بقوا معنا رانا راجعين. مشاهدينا مرحبا بكم جديد، مازلنا متواصلين معكم في برنامج رمضان في الدار. وصلنا الى فقره احوال الناس. احوال الناس احنا ماذا بينا دائما نشوفوا واش راهو يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي يهتم ولا اللي يعكس احوال الناس خلال الشهر الفضيل. نطلبوا من المخرج يعطينا الصوره ولا الفيديو الاول وبعدها نعلقوا عليه. كاين رئيس بلديه بوقره يقتحم سوق الجمله للخضار والفواكه بكاميرا كاشي، كاميرا خفيه والقشابية لمعرفه الاسعار الحقيقيه. شاهد ماذا حصل؟ يلا مخرج عطينا اذا كان الفيديو. صورة ماشي فيديو، معليش عموما يعني من بلا ما شفناها رانا فهمنا واش تحكي الفيديو. شفنا كنا مؤخرا مشاهدينا الكرام حتى وزير التجارة يخرج للميدان وش رايكم الصبايا في الموضوع هذا؟ هذا شيء مليح انه رمضان مسؤولين يروحوا للميدان ويشوفوا احوال الناس ويشوفوا خاصه الاسعار والتضارب فيها. التجار الجمله راهي تقول انه رانا نبيعوا باسعار معقوله، ولكن تجار التجزئه هما راهم يضاربوا في الاسعار ويقوموا بخاصه المواد الاوليه كما الخضر والفواكه اللي تدخل في طهي ابسط الاشياء كما الشوربه راهي فيها الله يبارك الشيف ناديه فيها بزاف لي ليغوم، زيد لها الدوزيام بلا لا سالاد. دونك تلقى الجزائري اللي عنده عائله يعني من خمس افراد تلقاه كل يوم يستهلك كيلو 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 من كل خضره. دونك يعني هذا الشيء مليح مبادره، ولكن ان شاء الله ما تكونش فقط في اول ايام رمضان، ان شاء الله كل يوم نلقاو المراقبه وخاصه ماشي غير في رمضان ان شاء الله. يلا نطلبوا من المخرج يعطينا الصوره المواليه اللي معنا في احوال الناس. كورونا سينوفاك الصينيه تعلن عن نجاح لقاحها ضد كورونا على القرود، يعني هذا خبر نشوفه انه ايجابي وان شاء الله هي من مش ودي ولين العيبات. ان شاء الله ان شاء الله انه هذا ان شاء الله هذا اللقاح كما نقولوا احنا يكون همزه فصل ويكون نخرجوا احنا من القوقعه اللي رانا فيها، باعتبار انه هذا الفيروس لحد الان ما لقاولوش يعني علاج اللي تم يعني كما نقولوا حنايا خلاص هو الاكيد اللقاح الاكيد اللي راح ينشر في العالم ويباع ويكون نهايه وغناء اغنيه باي باي للكورونا. لا لا بصح حاجه مليحه هي انه يعني بعد شهرين من فتره الحجر الصحي ولينا بحاجه ماسه الى هكذا يعني من هكذا نوع من الاخبار، ولينا غير ندخلوا ماذا بينا خلاص صابوا الدواء صابوا كذا. عموما ان شاء الله يا ربي هذا شهر رمضان كما يقول لك الامه الاسلاميه كامل تدعي باش ربي يستجيب انه هذا الوباء يطلع. واش عندنا مكالمه؟ نو يلا خبر آخر. عندنا خبر ثالث معنا اللي راهو داير حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاية سيدي بالعباس. صور من إحدى مراكز البريد في سيدي بالعباس كما رانا نشوفوا. كاين رانا نشوفوا نوع من التنظيم أنا على حسب واش راني نشوف، يعني كاين بزاف الولايات اللي بعثوا كان فيهم يعني غاشي بزاف عن الدخلة وما من الداخل متطابعين إيتو، مي تاع سيدي بالعباس انا نشوفوا راهم محترمين الاجراءات الوقائيه من يعني باش ما ينتشرش وباء كورونا. نشوفوا الصوره الرابعه والخبر الرابع اللي راهو معنا. عندنا ناس واش رانا نشوفوا يعني بعد تعليق صلاه التراويح يعني العديد من الجزائريين ولو يصلوا تراويح فيما بيناتهم ولو يصلوا صلاه الجماعه، ونشوفوها باللي هذه حاجه مليحه يعني حاجه مليحه للمشي. لازم كما يقول لك ما منعت صلاه الجمعه والجماعه في المساجد، ولكن تقدر صلاه الجماعه تقام في البيوت.
وان شاء الله كما قلت لكم ربي يرفد هذا الوباء علينا. اكيد اكيد نعاود نقول الى زميلتي ياسمين سعود تفاولها اللي كانت قدمت توقف ايطاليا. انا عم باتني نسيتني واحد الماما بديت اخبار 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 اخبار. يلا معليش نعاود نقولوا للماكله صح، هذاك هو الصح في رمضان. يلا الماكله والعباده اكيد. الشف بعد ما حطيتي العجينه لميتها، لميتها ما دافي اها عادي، ونغطيها دائما لابات ما لازمش يضربها الهواء سختو اللي فيها الخميره دائما تتغطى. وعندنا مكالمه هاتفيه، يلا خلينا نستقبلوا المكالمة الهاتفية في غرفة الكونترول. يقول لي نورمالمون من تيليمسان. الو مساء الخير. الو الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الانوار ياسمين، مش نسمع مليح راكي. يلا غرفة الكونترول اذا كان فيه مشكل خلونا نستقبل الاتصال. الو الو مساء الخير. مساء الانوار ياسمين، وش راكي؟ لاباس الحمد لله، وانت يا لا بس الحمد لله صحة رمضانكم. الله يسلمك، انت تاني فقط اعطينا الاسم باش يعني يكون التواصل بين دون مانيش نسمع مليح ياسمين، مانيش نسمع الصوت بعيد. راكي تسمعي فينا سيدتي الكريمة؟ مانيش نسمع مليح، الصوت بعيد بعيد بزاف. اذا كان في خلل في الصوت يوصل للمتصلين راح نقطعوا للاسف. وي وي الو الو يلا الو واش راكي ياسمين؟ لاباس الحمد لله، وانت يا لاباس الحمد لله، عرفتيني؟ اكيد تسمعي فيا مليح هكذا؟ وي صافا الحمد لله. الحمد لله على بالي المتصله تاع تلمسان، فكريني في الاسم فقط. سيده ام وليد. السيده ام وليد مساء الخير. مساء الانوار حبيبتي، كيف الحال؟ الله يسلمك. كيف الحال مع سيدنا رمضان؟ ما سمعناكش ام وليد، واش قلتي لنا؟ قلت لك كيف الحال مع شهر رمضان؟ والله الحمد لله رانا متونسين بكم وانتم متونسين بينا. والله غير راكم منورين الشاشة قسما بالله. الله يخليك أم وليد. أنا زعفت أم وليد ما قالت لي. لا لا ما تزعفش ريدة وليدي ما تزعفش. أم وليد منور الشاشة. أم وليد وفية لبرنامج كوفي تايم، كانت تعيط لنا بزاف يعني كما نقولوا تشكلت صداقة كبيرة بيننا وبين بعض. معليش مالا أنت كيما الفتاة هضري معاها، احكي لنا أم وليد واش درتي اليوم في الـ في الـ في المنيو تاعك؟ اليوم درت حريرة، لي ميني بيتزا، البوراك، المعقودات ثم تقولوا السفيرية، وني دايرة الفلفل ثم تقولوا لها الحميس. وي وي الحميس نحبوا بزاف الحميس. راح نزيد نكملها في صلاة تروي. والله ما سمعت واش قلتي. راح نزيد نكملها في صلاة تروي بالبطيخ ولي فخاز والبنان. تخي بيان تخي بيان، حاجة مليحة. حابة تشاركي معنا في السؤال؟ جيستومون انا نحب المسابقة. ام وليد توالفتي الكادوات وقيلة. ما ديتش ياسمين، ما ديتش ما ديتش ما ديتش. مازال ما حصليش الشرف، مازال. شتي كيفاش وطايحة زعما حبيبتي ونعرفك وكذا وهي سؤال. شوفي احنا حرصنا في هذا العام من خلال برنامج رمضان في الدار انه نديروا سؤال واحد واحد ويكون سهل باش هكا تكون الفرصه لكامل الناس باش يعرفوا النتيجه ويشاركوا. يلا من هو المشاركه؟ ما هي شكون هي شخصيه الممثل علي شارف في سلسله عاشور العاشر؟ رجلاوي اللي كان يغسل الرجلين تاع عاشور العاشر. واش كان يدير تا؟ كان يغسل الرجلين تاع عاشور العاشر. زيدي وشنو تان؟ كان يحب حمامه. انا بالك تفرجتو غير كيما انا الماما هذه تاع الحجر عاد تفرجتو، ما كنتش نشوف مسلسل 10 على 10 ولا في الحجر بديت نشوف فيه. بصح دقيقه بك حنا ضحكنا، بصح هذا لا يعني انه الاجابه صحيحه. لا الاجابه راح تسمعوا، راح تسمعوا الاجابه صحيحه تسمعوها في اخر المباشره سيده اموال. معليش المهم انا زعما هذا هو اللي عندي، اني متاكده زعما الاجابه تاعي. ان شاء الله يكون اسمك في القرعه اللي راح تربحي فيها. يسلمك حبيبه، تفطروا بالصحه والهنا ان شاء الله. الله يسلمك انت ربي يخليك صحة طولك. اذا كان عندك كاش بلا ولا حبيتي هاي معك الشاف ناديه تحكي معك. جست انا مثلا ندير قلب اللوز ب السميد الخشين، وحاليا ما راهش متوفر عندنا السميد المتوسط، اسكو تخرج لي به قلب اللوز ولا ما تخرج ليش؟ عاودي ام وليد لانه ما سمعناش. قلت لك انا ام الفان ندير قلب اللوز بالسميد الخشين. ما بقاش السميد الخشين هكا. ما الفاديرو بالسميد الخشين راه مفقود، راه عندنا غير المتوسط. هو ما يجيش بالمتوسط صح، انت واش ديري؟ اشري ان كونتيتي تاع سميد متوسط غرب ليه. نحي له هذاك الرقيق ودي الخشين منه، معليش ما يخرجلكش بزاف، دي من شاك كيلو ولا غير الخشين اللي يخرج لك، وهذاك اللي تنحيه رقيق خدمي به حاجه واحده اخرى، باسكو قلب اللوز سر النجاح تاعو سميد الخشين. ليكون رانا في وضع شويه حارج على السميده وناقص ايتو، الازمه الله غالب. خدمي المتوسط غربليه. نحي الخشين منه. الله يحفظك. وخدمي به.
صحتكم حبيبه وبقيه يوم سعيد وراكم متالقين ان شاء الله من الحسن للاحسن ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مع السلامه. شكرا لك ام وليد على الاتصال. رياض اذا كان في عجاله انه نعاودوا نذكروا انه درتي السلق مع لاباس فوالا درتها لو فرماج هذاك اللي بتوم وزدت لها شويه فرماج بلون كما كتشوفي ما استعملتش بزاف لو فرماج وقلت لك اللي ما يحبش يدير هذاك لو كاري فرماج تاع التوم يدير سنينه التوم يوزيهم مع يطيبهم مع السلق يدبلهم شويه زيت. قلت لك لافارس اختياري عندهم لي غاز تاع البولي عندهم طون عندهم زيتون عندهم اختياري صح في لافارس اليوم فضلتي ناديه انه ديري لنا السلق هما السلق اي هما لاباس تاعهم بالسلق تحبي السلق نحبوا بزاف الفليكيش دوك تبدا الريحه وهذوك المشاكل في البلاطو بعد قليل البلاطو فيها تعصب بعد قليل لا بالسمكه هذيك لا يتم الضغط خلاو لي مع الحوت قلت لك لاباس درتها ونخليها تخمر لاباس نعاود نذكرهم بالمقادير رطل فارينه 3 ملاعق كبار معمرين حليب غبره ملعقه سكر ملعقه ماشي معمره ملح ملعقه خميره الخبز ربع كاس زيت ونلمها بالماء نلمها شويه طريه باش من بعد يجوني ساهلين كيف حاصلينها فوالا يلا البنات انا وحده منكم حنتعلم رطل فارينه بدات في 3 كيسان كورجوبيه هرطه الفارينه دات لي 3 كيسان فارينه 3 كيسان فارينه هادو نحطوهم تكوتي نخلوها تخمر لا باطي واجده نجوزو للطبق تاعنا لو طون تخمر لا باتاي لهنا لو غولي تاع البولي نسحق فيه ان بلون دو بولي اشي ودند اشي ما نقدروش نديرو لا دند وحدها ما نقدروش نديرو البولي وحده فوالا باسكو لو بولي يجي يتفتت ولا دند تما البولي يمد لها طعم يزيد لها طعم ما نقدروش نديروا هذا مع هذا في الغولي جو بريفير نخلطهم باش يجينا الغولي متماسك ويجي شباب هيا تخي بيان يلاه هاكم تسمعوا في ليزاستيس كل مره دونوها انه النساء دي فوا انتم يعني الاتصالات كاين اسئله متكرره كل مره ركزوا معنا المباشر هذا راح يكون مادابي احنا هذه الاسئله شغل نزيدوا نديكوفريو حاجه ميم هما كيسالوا كيف يفطنوك بحاجه انت ما كنتيش فايقت لها ولا صح اكيد يلا قلت لك ان بلاند بولي اشي ودنت اشي لهنايا هادو لي دو جاوني رطل هادو لي دو جاوني رطل نسحق بصله مقطعه كبيره 3 سنينات ثوم ونسحق ان بوكي غارني فيه الرند المعدنوس وزعتره يلا ناديه قبل ما تكملي استقبلي الاتصال هادو يبدو انه راهو في غرفه الكنترول يقولوا لنا انه هذا الاتصال راه يستنى يلا الو مساء الخير استقبل مساء النور الو الو مساء النور مساء الخير مساء النور مساء الخير شراك تحيه طيبه الله يسلمك لاباس دقيقه بك ديك التليكوموند والله ماني عارف حتى وين راهي انا ما نشوفش على بالك هاني لقيت هاني صبتها صبتها باش ما يكونش الصوت ال يلا سيدي كاري فقط انه كل مره لاباس اختي ياسمين لاباس الحمد لله ما عرفتينيش لا راكم كل على بالك الصوت هنا ما راهوش كيما البلاطو التحتاني ذكروني باسمائكم معك ايوب من عند فلا ايوب من عند ايوب اهلا وش راك ايوب كي تعرفيني وش راك ايوب لاباس نحييك ونحيي الطاقم المتواجد معاك وراكم حتى لتم الله يخليك الله يخليك شكرا فقط باش نذكروا انه ايوب من اوفياء كل برامج قناه الشروق متابعه صح راكم باغيين تفطرونا قبل وقتنا شفت وانا واش ندير لاني واقفه هنايا اسمعي اسمعي قول لي ايوب هي اللي جيت ما نشوفش انا غير نسمع برك لا 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 حنا شوف لا لا على الاطباق على الاطباق لا ايوب ايوب انا هذا الكلام ما نحبش نسمعه بعد ايش بعد انا ما نحبش نسمعه كل مره نقول لك ايوب هذا الشيء حنا عندنا ما راهوش لا لا عادي صح انا بالنسبه لي عادي انا بالنسبه لي عادي صح ايوب يلا لا بس رياضه معنا ثاني مانيش وحدي انا تحيه طيبه ليه وصدقيني يا وكي سمعتوا جا في بالي واحد الحاجه انه مثل محمد معك احسن تمثيل مام هو الله يبارك ناشط والله يبارك حاجه كبيره ربي يخليك حبيبي ميرسي شكرا تحيه طيبه تحيه لك رياض وتحيه ليك وتحيه لكامل الناس عين دفله ربي يبارك لك ويحفظك ربي يخليك الشاف الشاف تفضل الشاف خليني نضرب على الشاف تفضل معاك انا نموت على الماكله نموت على الماكله كونتي ليزالجيريان اسمعي نعم حبيت ديري لنا عبالك بلي حاجه غريبه شويه بصح مليحه اللي هي بوز اللوف في الكوشه بلاصو تاع الحميصه والدنيا وكاع ماشي غريبه مليحه هذه جهانك يقال لي بوز اللوف مليحه صح عبالك انا نحب هذا
هذه المأكولات. إن شاء الله نديروه مصحبك بوز اللوف ما يجيش بلحميصها في الفوق. المهم بالجلبانة ولا بلحميصها ولا أنتم ما تعرفوا. خلاص. يلا ديروه. عباك بلي إحنا في الدار إحنا نديروه، بصح أنا باغي نشوف تاع الشاف، أنا باغي نشوف البنة تاع الشاف. إن شاء الله بربي إن شاء الله. إن شاء الله ما يكونش يا أخي ما يجيش من الدم، الشاف دائما ندير لكم وصفات. لا لا هو كي يطيب في الفوخ خير، عباك اللي دم تاعه كامل يروح ماشي كيما في المارة. أيوا. تسمع. هذه اليوم كاين تاع بالسلق. خلاص قولها تعاود لنا هذا ما كان انا خطره. أيوة حسيتك شغل ما تحبش السلق. لا هو نحب السلق بزاف. هاي صح مزي داكور يا با بروبليم. ربي يبارك فيكم وبارك الله فيكم. شكرا لك. واذا كان نشارك نشارك كيف نشارك كيف اسمع. نعم. واذا كان سمحتوا قبل ما نجاوب على السؤال نحيي عمي محمد شهره. أنا كنت رحت معاه على يعرف ربحت معاكم ما؟ ربحت معانا في الشروق داكور. عجبتك الرحلة عجبتك الخدمة. شوف 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 شوف, شوف والله غير اسمح لي يا مهلة. ويلي كرسي يا ويلي يا ويلي يا كرسي كرسي يا ويلي كرسي يا ويلي. كمان عندي أورجونس كبيرة أورجونس. صباح الخير ربي. سعدين بوعلين شو راك دير هنا؟ واش راني ندير انا؟ ندير فيه والو. كيف ما كدير فيه والو؟ هذا اللي راه طالع هابط واش معناه؟ ايه راني نخدم. خلي فيها غير القليب تاعها يدقدق. البنات كيما راهم حابين يديروا البوتوكس حتى انا وليت تحشم بيا. نهار اللي جيت خطبتني كنت صغيره وشابه، كنت فرح كي تخرج معايا وتزخ بيا. العمري ما جاش. بصح لو كان تلقى راك شفته. والتليفونات هادو وشنو؟ واش لي باتري واش دير تاع التليفونات؟ راه مش جيت تدير الطول تاعك. واش مفطور كي تهضر فيا؟ واش جيت تدير الطول تاعو؟ ايه جيت تاع على يسمى لا باتري تاع كرشيني هي اللي عيانا باه جاي راني في عام الطلع. اوه ارواح ارواح قسم الحاس اكبر تحت ديوي صحتكم صحتنا باكيت على الفوماج شوف اسيدي انا شمعه ولا هما كيتقلب الارض حنا نشوف الميله تاعها الاخر هذه والله يا في الدنيا هذه ما تعرف وراها الراجل وراها المراه يا سيدي يعطينا كرع كرع وي خويا حبس حبس كيما راك تعيش الله يسترك اسكي بارك هش هاي الهشة اللي نسكنوا فيها احنا والفشة اللي يسكنوا فيها هما يا الناس هتموت كان فيروس قاع نموتوا اخي انت عندك هذيك التزنية هذيك اللي جابوها للكادو هدايا وليد الوزير الثقافة ما تقوليش كي يكبروا ما يوليوش وزع لا لا باينة هذه الحالة نوعتكم يا ودي بركاني كل اسبوع كل اسبوع نضرب دوره انت قسيم يا التكنولوجيا اللي راهي هنا غير تدخل دراهم كبار تحب انت هذوك لو كان يجيبهم من يصوروها اللي حتى بدا معيشه واش قرموت انفيرميابل كوزينه غونفلابل يا خويا واش دخلك فيا انا نعيش الفقر حبيت نعيش زوالي انا نحب نكرد في بروجي كاع راهي 15% بصح هذه راهي رشوه هي كنت توها 12 الخير لا رمضان وعواشر دوك هما يزيدوا حنا نزيدوا هاي روح منها روح منها لوش الاخضر لو بالافري متي علاش تجي الاخضر يلعب بايو ها اما لا خلي عليك ننفعو
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مازلنا متواصلين معكم في برنامج رمضان في الدار بيان سور، وكي عاودنا ولينا نعتذر لكم قبل على الخلل التقني والفني الخارج عن نطاقنا، ولكن مازلنا معكم. انا غير اختار الخلل بروفيتيت، قاعد نشوف هاد الهديه راح يربحوا فيها راح يربحوها للفائزين تاع المسابقه تاعنا. خلوني ننوه انا بانه سر جمال رياض بن عمر هو الزيت تاع صوالي، صدقوني من مقبل هو يقول لي والله ماشي قضيه كوبا، ولكن صح انا نستعمله غير هو بون، انا نستعمل الاحمر باسكو شباب وفريحه شباب. يلا ايوب مازال في الهاتف. الو ايوب. ايوب راني معاك. يلا ايوب اسمح لنا على لا 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 معليش، انت يا كيما نقولوا وليد الدار. يا ودي ما كاش كاع مشكل كاع، خذوا راحتكم. اسمعك الجزائر. يلا ايوب السؤال مباشره، تفضل رياض. ايوب هو اسمع، هو طلع لك سؤال، كاين ناس بالك كاين كاش ناس هكا ما يشوفوا فينا ومازال ما شافوش السؤال. سؤالنا سهل جدا، هو قال لك ما هي شخصيه الممثل علي شارف في سلسله عاشور العاشر؟ عاشور العاشر هو شخصيته رجلاوي، ويعجبني لقمان هذا يقول له رجلاوي راك تكذب. يلا كيفاش عرفت صح باللي صح هو؟ اه كيفاش عرفت؟ انا نتبع ماشي، وخاصه انني تبعته في الحجر الصحي. في الحجر الصحي هذا عموما شوف انا نتبعكم بزاف بزاف، عباك مع هذا الحجر الصحي انا مانيش خدام، انا في الدار مرياح. ثم الشروق والقدام. لا لا الشروق بس ما تزيد لا والله قال لك شروق والقدام. انا والله عاده نتبع غير شروق. واش عجبك كامل في البرامج تاعنا تاع رمضان؟ على بالك انا عليها نتبع انا الشروق، داتني العمره يا محاينك. يا خويا يا خويا العمره يا ايوب من فضلك، واش عجبك في لي بروغرام تاع الشروق من الحلقه من النهار الاول والثاني؟ يا رياض عجبني كي داروا لك التنويم المغناطيسي هذاك العام، شفتها؟ والله يا رياض شوف، وعجبتني الكلمه اللي قريتها بالمقلوب. ايه وش ندير يا اخو، كنت هيبنوتيزي. الله يلا شوف، نشكرك على اتصالك ايوب، وان شاء الله نبقاو دائما. سمحوا لي بزاف شويه انا صرصار شويه. ان شاء الله دائما. قالوا لي ربحت 2 ملايين البارح صح؟ والله غير في ذني ميرو. شفت ايوب هذا وين تلقيت الخبر؟ ايوب 10. يلا ايوب نعطيك مليون ومليون لياسمين. ربي يخليك حبيبي. لا لا احنا نزيدوا لك حبيبي، كونك وفي برك البرامج الشهوره. ربي يخليك خويا، وتحياتي اذا امكن صغيره بركه. خذ راحتك هاك مول الدار. تحياتي للمحترمه بهيه راشدين، نتمنى تكون في الاستماع. ليلى من وهران، محمد من تندوف، جواد من عامه، وكاع اللي يحبونا، وعائلتي وزوجاتي الاولى 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 نحييها تحيه كبيره. والثانيه تحييها ولا لا؟ نعم والثانيه تحييها ولا لا؟ لا تحييها الثانيه بصح جديده راهي غير كيما جات، ما تلمس قمتش بلاصتها مليح. ان شاء الله يا ربي ايوب، وما تكونش مرتك تسمع. المره الثانيه دعوا لي اسمع، المره الثانيه بدارت عمليه دعوا لي ربي يشافيها. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ربي يخليك ايوب، والله دخلت لنا جو مرح بزاف. ربي يبارك فيكم. شكرا لك. ورانا معاكم غيره العشيه. باي باي شروق. باي باي ايوب. ربي يخليك ايوب. اذا مشاهدينا انتم متى تقدروا تتواصلوا معنا مع الشيف تاعنا ناديه ومع ياسمين سعودة؟ قلت لكم اللي كانت بكري واحد الوقت هكا تقدم كوفي تاع عميدات الشيف الجديدة، ما قدمتنيش مليحة اليوم. تقدروا تتواصلوا معنا عبر الارقام، ولا عندنا زوج ارقام اللي راهم ظاهرين اسفل الشاشة. عندكم تان لاباج تاعنا سيغ انستغرام اللي هي رمضان في الدار، تقدروا تبعثوا لنا تان فيها فيديوهاتكم اللي من بعد خليهم بعد نحكوا عليها هذيا. نولوا لكم يلا لبنات. الشيف راهي كيما نقول لك سبيد، واش كنا قبل ما ناخذوا الاتصال؟ هايله نادية شناوة شتي ولا غير صح؟ شنويه ولا جابونيه؟ لا لا شنويه ولا يا مشاهدينا ارجعتوا لنا اكتبوا لنا شنويه ولا جابونيه، راح نقراوهم في المباشر تاع غدوه. ناديه تشبه لي جابوني ولا شنو؟ احنا عندو كان وجهه تحيه لكادر الجابوني. يلا نحيوا ونقولوا له رمضان كريم. ندود يلا. قلت لك نسحق بصله كبيره مقطعه، نسحق 3 سنين توم، لو بوكي غارني فيه معدنوس وزعتره والرن، ان بولي اشي، لا دانت اشي، شامبينيون لهنا اونتي ولا مقطع، زيتون لهنا كنت غليته بون ترونش قارص، وعاود شللته بما بارد باش ما يكحليش، عندي 3 حبات بيض ديت منهم غير البياض مغليين، غليتهم وسكرفشت البياض ديالهم، لهنا البيض ما عنديش لو نومبغ شحال نسحق، كي نخدم نعرف شحال نسحق، فوالا، نسحق ملعقة فارينة، لا شابلوغ، الملح، مارغارين ماني نسحق فرماج بلون، فرماج غابي. للامانه مارغارين ماني رائعه. اه مليحه للطياب، تم الطعم بزاف بنين. ملعقه موتارد لهنا، بصل مجفف، ثوم مجفف، قصبر، فلفل اسود، سكنجبير،
ملعقه مايزينا نص ريطلا حليب. هذه تاع لاكخيم ونوري لهم طبق وميم طون نوري لهم لاكخيم. خبيا يلا نباشروا راح نبداو نبداو بالبولي. بالبولي نحطوه في ليان هكذايا. ان ريسيبيان نزيدو له لادند اشي. لهنا لادند. هذه لادند اشي يعني تقدر المرأة اللي عندها الزيادة تاع الوسمو ترحيها في الدار. ايه فوالا اللي عندها غوبو يديرها شوية تجمد. ويميكسيها باش تميكسها بيان. لهنا نقصت شويه الكميه تاع لادنت باسكو اكثر من البولي. اكثر من البولي نديروا يعني نص نص نفس الكميه تاع البولي. انا درت الرطل ما بين البولي وال خاديه. يلا واش نزيدوا معاه؟ نزيدوا لا موتارد. راني شاهد عيان انا اليوم. مالي شاهد عيان وماشي شاهد ما شافش حاجه المهم تعيني. لا لا مين درتوا لي شاهد ما شافش حاجه. لا انا حابه واحد اللقطه كي تبدا تقلي وتلاقون ولي انا هذيك يا راني خايف. انا هذيك يا راني خايف منها. شاهد ما شمش حاجه انتما. لهنا بصل مجفف. بصل مجفف اوكي متواجد في الاسواق. يمد طعم فوالا يمد بزاف طعم بنين للغولي تاعنا. ثوم مجفف نحب نخدم بهذا المجففين يمدوا طعم بنين ونيفيتيو هذاك البصل كي تقطع الغولي ما تشوفيهش يا توميتو. اصبر ملعقه كاع نلقاو بعض كيما البصل توسا تلقاو لي زيبيس تاعهم خير كاينين. فوالا صابيناتنا هذه انت ما قلت ما سقسيتيهاش علاش زعما جابوك هادو ما تاع البصل المجفف. انا بقولك نقول لك نديرش نقول لك اليوم او مستلمني خاطر دخلت الكوزينه او ديرني اني هنا فيكتيم يا مشاهدينا الكرام ماذا بكم كي تعيطوا استلموه باسكو انايا راني هنايا مستلمني في البلاطو على جا الطبخ يا مشي على بالي بلي عندي قاعده جماهيريه راح تعيط لك يا حرجتهم علينا حرجتهم عليها كي تشوفي. يلا درت لي زيتيس كيما شتي ملح فلفل كحل سكنجبير قصبر وراح ندير الملح. يحب يدير مربع دجاج يزيد لهنايا تخي بيان ونخلط هاد الملعقه هادي كيف كيف صافي شوف لي غوسات انت بيان ساهلين صافا ساهلين واقتصاديين. حنا نسيو نيفيتيو اللحم على بالنا السعر تاعو راه شويه غالي هاد الايام. صح صح انا لهنا خيرت رطل وهما يقدروا دوك يشوفوا هذا الرطل شحال خرج لي هما في الدار يقدروا ينقصوا الكميه وكي يشوفوا هكا كميه معتبره تاع الفخوماج حنا لهنا في بلاطو نحطوا كميه معتبره قيس ما نخدموا لوغاس نخلوه انتم في الدار اختياري الفرماج. انا نقول لكم 100 غرام صح انتم مقدوركم مغير فازوج مغارف هذا الفرماج زياده يعني فقط يزيد يغير في الطعم فوالا يزيدنا في البنه فوالا كي قلت يزيدنا في البنه الاطباق تاع اليوم هايلينه رياضه مبروشي مع سواليس يا ناس يا عم يا عالم سواليس اخذ لك عقلك. يلا وين نروحوا الان كملتوا انتم سي بون نقدروا نروحوا حاجه واحده اخرى. يلا احنا برك فقط شفنا ديال راح ندير الحب على البيض كيما قلت لهم دائما البيض نيفيتي نكسروا وحده باش ما يخسرليش المقادير اون سي جامي تكون الحبه ديالي خاسره خاصه اللي البدائيه اللي قيل قيسونس القشور ديالو فوالا سيرتو القشور وي. لهنايا ندير لا شابلور ونشوف حتى يتلم لي ان بودا ما يجينيش يتلاصق وما يجيش ناشف. انا لهنا درت زوج ملاعق ودوك نشوف الا جاني شويه البيض. البيض شحال ابيبري البيض درت حبه ودوك نشوف ودوك نشوفو على حساب ما تطمن على الباتي باش جينا اون بات شابه كي نقطعوه يجي له غولي شباب لا شابلور نديرها حتى يولي ما يتلاصقش لو بودان ديالي. هذا في الاخير بعد ما العجينه بعد ما نكمل هاد الغولي نديرو في السيلوفان كومان بودا هكا حربوش ونغلق عليه اون بالوتين في السيلوفان ومن بعد نتقبو مليح بالفرشيطه. كي نتقبو نجوز نجوز له اون صوص نخدم له اون صوص. لاصوص هذه واش فيها؟ لاصوص تاعو سهله سهله حنقول لك تخي سهله. ندير لو بوكي غارني ندير حبه بصل كيما كي تشوفي ما قطعتها ما سكرفشتهاش باسكو من بعد حنميكسي ولا نصفي لاصوص تاعي سما نسحق من بعد غير لاصوص. ديجا هو ديجا هذا يكون مغطي بالبسيلو تدخلوا لا لا ميم لاصوص من بعد حنصفيها سما ندير غير لاصوص ما يهمنيش البصل سكرتجو ولا يلا الكل يدون المقادير فقط نعاود نذكروهم انه هذه فيها قلتي لي البولي لادانت البيض على حسب شحال طمو واش لا شابلور ثاني فخوماج عندك الفخوماج مازال ما درتش مازال ما درتش عندك عندي توم توم مجفف بصل مجفف سكنجبير قصبر فلفل الكحل والملح الملح ولا موتارد لا موتارد فوالا لهنا درت ثلاثه سنينات توم وهذه الرابعه نخليها نقلي فيها شويه شامبينيون. لهنا ندير شامبينيون خلوه حب حب هكذا اه هكا يجي شباب هو حب حب ولا عندهم هذاك شرائح معليش. لهنا مارغرين ماني بيان سور نقلي بها مع الزيت. لهنايا ما نسحقش نقلي هذا المارق نار قليله
ما نقليهش، نخدم لوبودا تاعي نغلق عليه نتقبو بالموس باش ما يترقليش ونحطه في هذا المارق ونمرق ديريكتومون بلا ما نقلي نو باش حنا نحوسي مدلي المارق طعم ماشي لازم يتقلى البصل ولا هذه هي الوصفه راهي سهله ورائعه وراهي كل مره الشيف يذكركم بالمقادير الرياض اذا كنت انا راح نتفرج في التلفزيون سبحان الله هايلين شابينا اهم حاجه شاف ناديه انت المقادير هذو ماني شفت باللي درتي كونتيتي صغيره ما تحبيش التبذير سي صح انا يا شوف انت اشوف انا عن نفسي ليا مبدره ليا انا صح فاش في المطبخ مانيش مبدله جوستومون مشاهدينا الكرام حنا على بالنا باللي اغلب الناس باش ما نقولوش كامل الشعب الجزائري نقولوا اغلب الشعب الجزائري يبدر بصوره رهيبه في شهر رمضان المبارك عموما حنا هذا الموضوع راح نطرقوا له مع ضيفنا اللي هو اخصائي في علم الاجتماع لنهار اليوم ولكن قبل ما نطرقوا لهذا الموضوع كاين جينغو تفايلو ياسمين اللي كان معنا في جانا في سيف البلاد جينغو دار موضوع كذلك دار سكتش هكا صغير على اسمه التبذير في شهر رمضان نشوفوه نعاود نرجع جينغو هذا والله الو وي جينغو وي وين راك؟ رحت نشري قضية رمضان واش رحت تشري؟ أكلة تبنى جلبانة أنا خلطها أنا حشري كل شوية فاكهة علاش عليك جي هذاك يا جينغو موقتاش ديجا أنت تحب البانة هادي هي رمضان تشاها كلش يا خويا تشاها كلش من بعد ما تاكل والو شوف جينغو ما تشري والو أروح للدار أنا شريت كلش أنا ما حلفتنيش ماشي راجل نتايا لا نسيت جينغو والله نسيت أروح للدار يرحم بابا يا صح أنا جاي صح ما طولش صح أروح جينغو ادخل ريح ها يا ربي وشنا حبيت نسقسيك كل عام لازم نعودوا الحكاية تاع أشاك فوا لازم نرمو 500,000 في النهار وما بليش أنا شحال انت ترمي 500,000 كل يوم ماشي أنا نرميهم هكذاك دراهم انت يا بالماكلة لك تشري كل شو ما تاكل والو ليه بصح ديك تحسب ماكلة واش تخل دراهم والماكلة تشريها بنانك تشريها بدراهم الماكلة باش تشريها هم بليس حرام علينا ما نعمة عربينا نرموها في زبل بصح ماشي كيف هاد الخطره راكم فيلمو بلي الموضوع انا ناكل نكمل كلش سمعت ما تصومش ياك ايه نسيت كاين على بالك كيفاش ندير مالا باش نتجوز الوقت كاين بزاف حاجات تقدر ديرهم جينغو ماشي غير الماكله تقدر كما يديروا كاع الناس ديجا شهر رمضان الناس كاع تبروفيتي تقدر تقرا قران تصلي ما على باليش انا تشوف لا تيلي تشوف لي فيلم تشوف لي ميكي بيسك انت تي ان ارتست تبروفيتي مادام عندك الوقت تكتب توجد عفايس اللي تحقهم بلوطار كاين بزاف عفايس ديرهم جينغو يرحم بابك قاد عاقل ما تهبلناش ايه ان شاء الله نصبروا وخلاص السلام عليكم صلاح كاظم نقولوا بخير سلام عليكم ودي لي واحد بين نقولوا الكاشاب الجزائري رمضان مبارك رمضان كريم يكون الامه الجزائريه الامه الاسلاميه ربي يتقبل منا صالح الاعمال ان شاء الله ويخسر لنا سيرته يلا اذا عوده لكم بعد ما شفنا هذه العبره والنصيحه من عند جينغو محبوب الجزائريين اكيد كل مره في البرنامج فقط ما يكونش فيه غير الطبخ والكلام عن رمضان ولكن كل مره نحاولوا انه يكون فيه رياضه رساله نوصلها للمشاهدين خلال المباشر باعتبار انه المده ديالو 3 ساعات تخلي يلا ما شافوناش الساعه الثانيه يشوفونا في الاولى يشوفونا في الثانيه يشوفونا كذلك في الثالثه في انتظار انه نستقبلوا الضيف ديالنا والمختص الاجتماعي عندنا اتصال هاتفي يلا نستقبلوه مع بعض الو الو مساء الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا خويا لاباس لاباس الحمد لله رمضانكم صحة ربك من ومن أين؟ محمد من غليزان اليوم الغرب راهو حاضر محمد من غليزان هذا اتصلت بينا ديجا فيني قولها فيني نورمال في كوفي تايم نعم اتصلت ديجا في كوفي تايم لما اتصلت ماشي الحصة هذه غير الحصة هذه ها هي عم بالها قاعد يعيطوا لها ليها معليش اخي مرحبا بك واش راهم ناس غليزان؟ لا لاباس والله الحمد لله الحمد لله واش احكي لك كيفاش راكم دايرين في هاد الثلاث ايام يعني رمضان زائد حجر صحي كيفاش راكم دايرين؟ كيما انا عندي عادي والله ما عندي خصني حتى حاجة ماكش تخرج لبرا تقضي نخرج مثلا نقضي صوالحي حوائج هكا صباحا ونرجع صح سؤال بسيط واش كنت دير العوام اللي فاتوا وما درتوش هذا العام؟ العوام اللي فاتوا؟ اها صلاة تراويح صح اكيد هذه هي اكثر حاجة اللي راهي ضدنا كاع كيما نعرف تراويح يلا محمد
باعتبارك انه راجل تحب الكوزينه ولا لا الطياب ما راكش كيما نقول لك متطلب في الاكله في الاكل عفوا في رمضان. نبغي واحد الطبق وشنو هو الطبق؟ واش من الطبق اللي تحبوا تاكلوا في رمضان بزاف؟ نحب الطبق انتم تقولها تقول القرنون احنا نقولوا وكيفاش؟ قرناع القرنون كيفاش بصح القرنون وشنو اونصوص؟ هو الخرشف احنا نقولوا خرشف وقرناع وانتم تقولوا قرنون. لا لا الخرشف وحده والقرنون وحده. انا بين زوج ما نحبهمش يعني. القرنون مع الجلبان. القرنون بالجلبان يلا. نعم. يلا ان شاء الله يكون من الاطباق اللي مبرمجينها للشيف ديالنا في رمضان في الدار. يلا محمد مباشره نروحوا للسؤال. نعم. رياض، من هي ولا ما هي شخصيه الممثل علي شارف في سلسله عاشور العاشر؟ وبلا ما كيما يقول لك بلا ما كيفاش يقولوا بلا ما شغل رجلوي هو ارجع خلاص اوريفون. يلا ان شاء الله تكون اجابه. لا نقول لك بلا ما تتاثر بالاجوبه الاخرى باسكو احنا مازال ما على بالناش باللي رجلاوي يعني مازال ما على بالناش باللي هو ولا لا لا ان شاء الله. اوكي ان شاء الله تكون اجابه صحيحه. ان شاء الله تكون فايز مع واحد من ربي يخليك ان شاء الله تكون واحد من الاربع فائزين. فكرني في القرنون، انا القرنون نحبه مغلي ويديروا لك يحطوا لك هكا شويه زيت وشويه ملح. هذا ما كان صح ناديه بلاصوص وغمس هكذايا غير شويه. يلا ما نطولوش على مشاهدينا، نستقبلوا مع بعض ضيفنا الاخصائي في علم الاجتماع السيد عزير منصوري. اهلا وسهلا بك. مرحبا سيد عزير اللي حضر معنا اليوم الاخصائي الاجتماعي. صحه رمضانك ومرحبا بك معنا. صحه رمضانكم. السلام عليكم. ربي يخليك. الله رمضان كريم على امين يا رب امين على الامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله. يلا احنا موضوعنا رانا حين نتحدثوا اليوم يعني على عادة الشعب الجزائري معروف بانه يبدر بكثرة سواء فقير ولا لاباس به ولا من الطبقة المتوسطة، يعني كاع تبذير نشوفوهم عندهم. اللي ما عندوش يبدر في الخبز تلقى حاجة. يعني نبداو من قبل علاش يعني وشنو هذاك السبب؟ طبعا احنا كل سلوك يديره الفرد ولا المجتمع ولا اون جينيرال هو عبارة عن برمجة une programmation اللي تصرا يعني في الدراسات الانثروبولوجيه تلقى لها دلالات علاش ولينا نجريو ونديروا هذاك التبذير كامل ونشريو وتولي عندنا شهوه زايده على الماكله. علاش؟ لانه رمضان هو اصلا المفروض يكون مدرسه باش نوقفوا هذه الحاجات، باش نوقفوا هذيك الحاجات، باش نقللوا النظر لكروشنا، نشوفوا الحاجات واحد اخرين اللي هي لي فالور والقيم وكلش. ولكن المجتمع حدث نقل هذه الافكار وصارت عندنا بروغراماسيون وصارتنا لا واعينا، معناتها الانسان ما يكونش واعي ويلقى روحه ويروح يجري يشري ويمشي للمرشي وياخذ الكميات الكبيره من المواد الغذائيه ويحطها في الفريجيدير. حتى عندهم ظاهره انه الجزائري يقولوا كما المثل الشعبي ديالنا عفوا ناكلوا بعينينا. بوكو بلوس لانه في رمضان يزيدوا كذلك تشوف الخضارين اللي يبيعوا الحلويات يزيدوا يزينوا اكثر. نعم. يجلبوا هو نوع من الماركتينغ. نعم. التسويق. ولكن الانسان مع الجوع يلا يدشها وخاصه نلقاوها عند العنصر الرجالي. ايبا انا الكونتخار، انا في رمضان اللي ما نتشهاش في الفطار، نتشهى في رمضان نولي والو. انت كان شويه انا ولكن شويه دوكا راني لازم نضبط روحي خاطرك. علاش دوك اللي حبينا نشرحوها مليح تلقاو روح الانسان بروغراما روحه من قبل باش يمارس هذه التصرفات. تخيلوا انا نتلاقى بناس نحكي معاه، اللغه هي المدلول تاع الانسان كيفاش يفكر. يبدا يحكي معاك ويقول لك على بالك بلي انا في رمضان يغلبني رمضان. هو مازال ما جاش رمضان. هو مازال ما جاش يقول لك انا يغلبني رمضان. تقول له كيفاش يغلبك رمضان؟ يقول لك انا عندي صباح ربي على 8 تاع الصباح نخرج نجيب الخبز. هاك من 8 تاع الصباح الخبز حتى المغرب بعد 8 تاع الليل. كوني بس. تخيل كاين اشخاص هو بروغراما روحه وموجد روحه وشايف روحه انه راح يغلبوا رمضان اوتوماتيكمون كي يلحق رمضان راح المنظومه السلوكيه اللي عندك تجسد اكزاكتومون الافكار اللي راك مبرمج بهم روحك. اكيد اكيد. خلينا فقط عندنا اتصال انه بالك يشاركنا في الموضوع. الو مساء الخير. مثل مسان كذلك مغنية الناس اليوم واقيلا ما دايرين غير بالغرب. على الغرب ما مش يحكموا فينا الاخرين. الو مساء الخير. اهلا. الو الو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير. كيف هو الحال؟ مبروك عليكم رمضان. الله يسلمك. تي ثاني
والله مانيش نسمعكم جيدا الاخت. يلا غرفة الصوت. إيمان شوفي لنا إذا كان الصوت رديء نقطعوا الاتصال باش نخلوا الفرصة للآخرين، وإذا كان فيكم تصلحوا لنا الوضعية. نعم هاني معك الأخت. نعم تفضلي سيدتي. هاني نسمعك الأخت. نعم يلا تفضلي سيدتي، فقط ذكريني في الأسم لأنه نعم قلت لك تحييك سيدة أم ذكرى. سيدة أم ذكرى، أم ذكرى وش راكي؟ والله لا بخير في نعمة الحمد لله. الحمد لله، حبيتي تشاركي معنا في موضوع نهار اليوم حول التبذير، الأخصائية راهو معنا إذا كان في أسئلة ولا عندك يعني فكرة حول الجزائريين والتبذير وأنتِ عشتي بالك هذا الظاهرة. والله لا هي في الحقيقة يعني الناس قاعدة تبدل وكل شيء، بصح حنا ما لازمناش نبدلوا يعني نبتعدوا عن هذا الموضوع، يعني لا نكون كما الشياطين، يعني يقول لك لا تكونوا كالشياطين يعني يبدلوا كل شيء، والتبذير يعني في أي مجال يعني في أي شيء ما يكونش مليح، يعني ما لا في الطعام لا في أي حاجة، يعني يكون كي تبدل أنت، يعني الرزق نتاعك ما يبقاش، يعني الانسان لازم يحتاط ويشوف الناس الاخرين، يعني انت كي تبدر في الاكل وتاكل اكثر من اللازم، يعني غادي انت اولا يعني الصحه نتاعك ما تكونش مليحه، وثانيا غادي تبدر الاموال نتاعكم ماشي الاموال يعني في كل شيء وتبدر الاخرين، يعني كاين الناس ما يوصلوش ديك اللقمه. بيناتنا ام ذكرى هذه نعم. كلام كاع الجزائريين يقول لك باشي بليح وهذه الهضره كاع نعرفوها نعم. ولكن على الواقع بيناتنا البارح واليوم بدرتي شويه هكا زعما لا لا ما بدرتش والله الا هذا يعني هذا يعني هذا الموسم وهذا الظرف اللي رحنا فيه يعني الظرف اللي رحنا فيه والله العظيم الا خلانا نتكاكاو للنفوس تاعنا يعني ما بدرناش احتياطات يعني جديده يعني في العائله وعلى يعني باش حتى مع الاصدقاء بعض الاحصاء عندي مع واحد المجموعه تاع الاصدقاء درنا واحد المبادره ان نلتزموا بواحد الامور هيا تخبي ان شاء الله تكون يعني من قبل ان شاء الله تكوني طيبتي قيس قيس وحتى الشفره كل مره تقول لكم الزياده اللي راكم تخليوها من البارح تاع الحموله لا لا ناديه زياده تاع الدجاج زياده اي حاجه يدير اطباق تحط فيهم انه المراه الجزائريه ما تخليش المطبخ تاعها استهلاك انه الدجاجه تستهلك عفوا اليوم الاول شكرا لك على الاتصال لكن قبلها شاركي في المعنى في السؤال تفضلي يلا نعاودوا لك السؤال ولا سؤال او عندك نعم السؤال الجواب تاعه هو رجلان رجلاوي يلا ما راح تسمع لازم نعاود نذكروا عندنا مشاهدين بالك هذوين انضموا الينا الان نعم السلام عليكم الو رب ريحي معنا ابقى معنا ام ذكرى من فضلك نعم الاخ ممكن سؤال الاخ شاء الاخت تفضلي تفضلي الابناء راهم يطلبوا منها يعني تعطينا يعني المقادير تاع البيتزا يعني تفضلي انا تفضلي نعم بالخير أي معاك شاف أي معاك نعم السلام عليكم يومك مبارك ورمضان مبارك الأخت يعيشك ندارك بالصحة إن شاء الله شراكي سافا والله الحمد لله الله يعاونك الحمد لله يعيشك يسلمك والله الإبنة تاعي الصغيرة راها تطلب منك قالت لك عطينا يعني المقادير تاع البيتزا اللي تكون يعني مليحة يعني في الأكل يعني لحقاش راها ديرها هي راها تعلم وراها تجيبها مليح إن شاء الله في الحصص المقبلة نديروا بيتزا عندنا في المنيو عندنا دي ميني بيتزا إن شاء الله الله يجازيك خير الله يحفظكم الله يعاونكم جميعا شكرا عزيزتي تعيشي ربي يخليك ام ذكرى ان شاء الله اسمك يخرج في الساحه ان شاء الله تكوني من بين اربع فائزين والفائزات في هذا اليوم صح فطورك نعاود نقول لك سيد عزير من سوريا مانيش غلط في الاسماء صحيح اوكي رائع احنا درنا اكيد احنا درنا مقدمه على التبذير ولكن احنا موضوعنا النهار اليوم هو هل انه الشعب الجزائري في ظل يعني تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي والنقص في المداخيل ويعني الناس قاعده ما عندهاش دراهم بدات اللي عندها شغلانة في فتره هاك على بالك اسكو التبذير مازالوا في هذا الظرف ولا لا هو بالنسبه احنا لو كنا ندرسوا الظاهره هذه من جوانب العلوم الانسانيه يقول لك باللي وين يكون ابتلاء ولا يكون الم يحرك المجموعات دائما يديرنا عمليه انتباه للمنظومه الفكريه الداخليه دونك واش معناتها معناتها كل ما تجينا حاجه من برا اللي فيها الم وشوك وخوف وخلعه هذيك راح تفطن بزاف اشخاص باش يعاودوا يتكاكاو ويعاودوا يفكروا في المنظومه الداخليه تاعهم اذا تسقمت المنظومه الفكريه والمشاعريه بالداخل السلوكيات راح يتغير احنا على حسب الايام هذا اللي فاتت رانا نشوفوا باللي كاين جزء كبير من الناس اللي انتبهت لهذا الموضوع يعني كاين تبذير مازال كاين تبذير مازال كاين شهوه في الاسواق مازال كاين جري ولكن ومع ذلك نشوفوا باللي لي ريزو سوسيو الان ولو ينبهوا لي جان اللي موجودين الان اللي راهم اكتيف لهم يخدموا على هذا الموضوع باش ينبهوا الناس لهذا الموضوع لانه كاين اشخاص عارف باللي الدخل تاعهم ضعيف محدود جدا وهذا الشهور
راهم متوقفين. معناتها نعطيكم مثال، مثلا واحد اللي عنده قهوه والقهوه مغلوقه وعنده أربعة ولا خمس خدامين، هذوك عندهم دخل بسيط، هذوك الخدامين قليل نادرا ما تلقى صاحب المقهى راح يدفع لهم الاجره الشهريه. معناتها هم راهم في حاله صعبه جدا وضيق، ورمضان هذا راهم يجوزوا فيه في اصعب الظروف. معناها خلونا ننتبهوا انه هذا الموضوع لازم نتحركوا فيه. يلي كنت تصرف 5 ملايين و6 ملايين في شهر رمضان غير على الماكله، اصرف منهم انت الان اربعه او وخلي في السوبرات هذوك السلال اللي راهم موجودين تاع الجمعيات الخيريه والناس اللي راهي ناشطه. اكيد يعني المواد الغذائيه، واكيد ما شاء الله الجمعيات الخيريه اللي راهي في الجزائر وناشطه من فتره ابتداء تفشي فيروس الكورونا في الجزائر الى غايه خاصه رمضان، راهم كثفوا العمل ديالهم. فاحنا لو كان نبداو نفكروا فقط ننتبهوا لهذا الموضوع، تصرى عمليه تسمى بعمليه ترشيد النفقات. الواحد يولي هذيك الزياده اللي كانت يحسبها، يقدر المقدار تاع الزياده اللي كان يرميها في لابوبال واللي كانت تخرج واللي كانت تروح، يخليها في السله هذيك تروح للمكان المناسب. صح. تروح للشخص اللي فريمون يحتاجها. الان جانا رمضان اللي هو شهر القيم وشهر تفعيل القيم وليفالور تاعنا، زيد معاها الكورونا، هذا الابتلاء اللي راه لازم فيه تضامن، لازم فيه تكافل. أكيد أكيد. ولازم فيه طاقة تمشي للاتجاه الصح. طيب كأخصائي اجتماعي يعني، وعلى بالنا باللي شفنا باللي شحال عندنا قبل رمضان بنهار الحجر الصحي ولا بليتو ماشي الحجر، الكوفرف شنو بالعربية؟ حضر التجوال، حضر التجوال بدا من الخمسة هنا في الجزائر العاصمة، ولكن في الصباح رانا نشوفوا الناس كاع طابعين متدافعين ايتو، واش تقدر تقول لهم هكا؟ زيد احنا واش نقولوا؟ احنا نقولوا بلي 21 يوم احيانا 21 يوم كافيه لتكوين سلوك. تخيل لا، فهذوك ال 21 يوم اللي جازت من قبل ولا احنا اكثر من شهر داروا فيه الحجر للساعه 3، كانوا يخرجوا يهرولوا صباح ربي، فحتى وزادوا هذوك الساعتين ابقات نفس، لانه المنظومه السلوكيه تحركت في هذا الاتجاه. انا البارح من 3 ل 5 تاع العشيه نلقى حتى واحد في الطريق. من 3 تاع 5 تاع العشيه الناس خلاص دخلت لبيوتها، خلاص تعودت وتحرك المنظومه السلوكيه خدمت. احنا نقول 21 يوم كافيه لتوليد سلوك جديد. في هذا في علم النفس. اذا كان السلوك هذا جديد وايجابي وفي مصلحه انه المجتمع كامل يتنظم، ولكن الانسان اللي عنده مرض كاين اللي درجه انه يلا عنده فتره بالك يبدر فيها يشتها، ولكن اللي مرض بالتبذير. نعم، هذا لازم نعالجه منظومة القيم. احنا واش نقولوا؟ نقولوا باللي في التعريف تاع القيمة لي فالور، القيمة هي بالقيمة اللي تجيبها لك في حياتك، ولي فالور في الفلاسفة في كل العالم وفي كل التاريخ قالوا انها هي الموجه للسلوك. فإذا ظهرت عندك القيمة اللي هي قيمة الترشيد والاعتدال في الإنفاق، هذيك راح تجيب لك بركة معها. وإذا كان عندك القيمة اللي عندك هي قيمة التبذير والإسراف والتعالي وما على باليش يعني كلها الطابلة يعني اللي تصورها، نعم الطابلة اللي تصورها وتحطها أنت في الفيسبوك وتخليها هي نموذج حياتك، لا، الحياة أعمق من هذا الشكل. فخلينا ننتبه لهذه المنظومة القيمية ولازم نفعلوها، لأن المنظومة القيمية هي اللي تحرك الأفكار وهي اللي تحرك المشاعر. نادية سلامات. صرا الكوالو الحمد لله كيفيات ولا تكوني بيا. يسلمك يحمد رايك. باش يكمل الطيام. نعم. باش يكمل الطيام. يكمل تنكيات بإذن الله. يلا تفضل. فالترشيد النفقات قلنا إذا حركنا هذه المنظومة القيمية هي اللي تولي حاكم على المشاعر تاعنا، معناتها بحاجة قليلة تلقى روحك أنت معك بركة ومعك فرحة ومعك سرور، ومش البهرج والشكل الكبير هذاك اللي رانا نعيشوا به ونحطوه لبرا باش يقيمونا الغاشي من برا. حايب انا نعرف حاجه واحده اخرى يعني رانا نشوفوا بانه خلونا بالك نقولوا ولا شيء ايجابي صرا، كورونا جابت حاجه ايجابيه طبعا. اوكي اوني داكور، كيفاش راح تكون الانعكاسات تاعها فيما بعد كورونا؟ كورونا فيما بعد كورونا اجتماعيا على الشعب الجزائري. جيد، خلونا نقولوا حاجه باللي كل حدث يحدث في الكون هذا الا عنده جانب مشرق. كانش حاجة تمشي في الكون هذا ما عندهاش جانب مشرق. وإحنا قلنا باللي كورونا جابت عودة الحياة وعودة الطيور وعودة بزاف حاجات على المستوى الطبيعي، ولكن على المستوى الاجتماعي تان عندها دور كبير جدا.
تخيل هو الحركة تاع الناس، التضامن تاع الناس، التكافل تاع الناس، إعادة النظرة في المنظومة الصحية، الناس اللي ما كانوش منتبهين أنه صحتهم راهي تمشي، نهار عرفوا الآن قيمة المناعة، صح. قيمة الغذاء الصحي. خلينا نقولوا نظمتنا. أشياء كثيرة كانت هدبت تصرفات. صح رياض، كانت أشياء كثيرة ماشي داخلة في الأشياء اللي النعمة عند الإنسان، الآن في ظل هذا الظروف ولا يشوفها يعني نعمة. نعم تخيل هو. نقرا في مواقع التواصل الاجتماعي انا منتبه للكلمات اللي طلعوهم الناس يقول لك انا حابين نرجعوا هذيك الخدمه اللي كنا كارهين منها. صح صح صح. انا قعدت شهر ونص مور ما خرج خلاص برنامجي في الحجر الصحي قريب اليوم مش عارف رحت لي لامات تقديم انا صافي شويه لا هاي رحت لي لامات تقديم شهر ونص صغير حبينا نعاود نولوا لحياتنا اليوميه القديمه. بالك كل واحد فينا كما تقول ما كانش راضي على حياته السابقه ولكن دوك معليش نعاود نقولوا غير كيما كنا. نعم الواحد ينتبه للنعم الكبيره اللي كانت موجوده وكان وتخيلوا الناس رجعت للاسر تاعهم. انا نعرف اصدقاء ويقولوا لي باللي ولينا خلاص تعرفنا على زوجاتنا، ناس تعرفوا على. نعاود نقولوا النقطه هذه برك، لكن قبلها نستقبلوا مكالمه هاتفيه من طرف الو 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 مساء الخير. الو صح رمضانكم. يلا يسلمك صح رمضانك. شكون معنا الاسم فقط ذكري؟ اروى من عاصمه. مروى من العاصمه. اروى اروى صح رمضانك ياسمين. اهلا صح رمضانك انت تاني ان شاء الله تصومي بصحه ولهناك. تسمعي فينا اروى؟ بياني اسمع. يلا اروى. الو الو اروى. اروى نقصي الجهاز تلفزيون سمعينا من التلفزيون. اوكي الحمد لله سمعينا. شوفي بلاصه اللي يكون فيها الغيزو مليح. وي اوكي. يلا اروى وهكذا تسمعي فينا. يعني اسمع. يلا الحمد لله. اروى قولي لي اليوم راكي في المطبخ ولا برا المطبخ؟ لا لا ملي بدا رمضان انا في المطبخ. تعلمتي وش اليوم؟ اليوم الثالث يعني ماشي بزاف. قولي لي وش من الحاجه اللي نجحتي فيها؟ سيرتو الحاجه تاع حلوه حاجه البنات دائما يروحوا لي جاتو هكا اللي يديهم معنا في غاميس وهكا من اليوتيوب ودو. صح ولا لا؟ شفتي رياض يعرف يعرف ماشي كيما عندك. الله يعطيك الصحه اروى كملي هكا ماشي كيما شي ناس اللي البيض ما يعرفوش واش يقلوه. مانيش هنا ابسون ثاني مع بيناتنا بيناتنا. اروى سؤال بسيط، انت كي تشوفي هكا ياسمين سعوده واش تبان لك؟ تعرف طيب ولا لا؟ لا راح اقوليها عادي عادي ما عنديش مشكله انا نورمال زعما نعرفش نطيب الحمد لله. موضوعنا اللي رانا نحكوا عليه اليوم هو التبذير. انتم في داركم يعني بصراحه تبدروا بزاف ولا لا؟ انا اختي شويه مي ماما نو. واش من حاجه بابا نو؟ نسقسيك واش من الحاجه اللي تبدروا فيها؟ تشتهي ولا تشري وما تطيبيش؟ كاين ديفيرونس، كاين انواع من التبذير. ترمي 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 الماكله ولا كيفاه؟ انا نسقسي هذاك البيت ماشي انت. ما تخافيش والله غير حصه رمضان في الدار هذه هاي تبان حصلت فيها. قولي لي واش انواع التبذير اللي عندكم؟ اسكو ترموا الماكله ولا يعني ما باليش انا يعني ماشي شغل انا كنطيب نطيف بشغل بزربيه شغل شنصلي بيتي. كيفاش الذوق ما يجيش مليح ما يعجبكش ولا ما فهمت؟ الو اكيد سمعي فينا. بياني هو شوفي جينيرالمون جينيرالمون الناس اللي يبدروا في رمضان بزاف نقولوا احنا الخبز كثر. انتم ماكم تشربوا الخبز بزاف ولا لا؟ لا اروى الو وي كي يديروا بزاف جو يبقى يبقى وكي يبقى ترموه؟ نو ماما ما ترمحش. ما ماشي تبدير على عادي تما رانا هايلين. تعطوه للحمام مثلا. نعطولها السؤال تاعنا تشاركي معنا. اوكي. عندنا السؤال تاعنا يقول انه ما هي شخصية الممثل علي شارف في سلسلة عاشور العاشر؟ رجلاوي حماما رجلاوي. ما على بالي انا والله انا بديت تضيق لي من هذيك هاد لا كيستيون وحده حلقه كاع. يلا نو نو رجلاوي نديروكم ما نقولوش باللي صح ولا لا. ما نقولوش راح يكون في اخر المباشر راح نقول لكم اجابه هذا السؤال مباشر نهار اليوم وراح نقوموا بقرعه لاختيار الفائز او الفائزه. عندنا ربع فائزين راح يكونوا معنا نهار اليوم. اروى اقعدي اقعدي متصله معنا في شعلي التلفزيون لكن طفياته باش تشوفينا. نو ماشي طفياته دايره ميت قصدي ماشي طفياته قصدي دايره ميت. هاكي دايره ميت. عاودي نحي المعلومه لو سمعينا. يعطيك الصحه اروى ربي يخليك شكرا. نعاود نقولوا لك عطينا الفكره لوين كنا واصلين ياسمين مانيش قلنا كنا نحكيو على الكورونا هذه كيفاش عودت كاكاتنا لدرجه انه الحجر الصحي هذا قال لك انا نعرف اصدقائي قال لك تعرفنا على زوجاتنا اكثر تعرفنا على اولادنا شفنا السلوكيات اللي ما كناش نلاحظوهم عليهم من قبل. الان قلت لك التوجيه تاع الانتباه
صار للداخل، وهذه خدمة كبيرة ما يقدروش يخدموها لا الأخصائيين الاجتماعيين ولا يخدموها لا أخصائيين نفسيين حتى يجي لك شخص. فتخيل أنت واحد جي كورونا هو يدخلك وهو اللي يخليك تنتبه لكل هذه القيم اللي موجودة للداخل. أكيد، شكرا لك على المداخلة ديالك النهار اليوم وكل النصائح اللي عطيتها. ما بقناش دقائق فقط لأنه في برامج أخرى احنا حبينا أنه أكثر تقعد معنا ويكون تواصل لك مع المتصلين. كلمة أخيرة تفضل. نقول لكم صحة رمضانكم كامل، صحة رمضان الجزائريين. ترشيد النفقات دركا صار مش فقط قيمة إنسانية فردية ولكن قيمة مجتمعية، خطرك الآخرين الناس اللي راهم دخلهم محدود راهم يسنوا فينا، يسنوا القفف يتعمروا في المداخل تاع لي سوبيرات. المجتمع المدني راهو يسنى التضامن تاعنا. إن شاء الله نقدروا نعاونوا خوتنا اللي راهم متضررين من هذا الموضوع. إن شاء الله. شكرا لك ياسمين. احنا عندنا فصل إعلاني بصح هضري هنا باللبنانية والسورية كيما مال فانتا. لا خليني نترك أنا نشوف الكوارث اللي صارية اليوم في المباشر تاع اليوم. اللونتين بوكا الميديا قريب توخدنا فيها، الطاقم التقني هنايا راهم يطيحوا. يا ناس لا ماليديكسيون. لا لا نو نو رمضان ورانا صايمين، واهم حاجه سيكو رانا صح في رمضان في الدار. يلا والهايلين مازلنا متواصلين معاكم في برنامج رمضان في الدار. تعاود راهي انفصليه مليح على بالك باسكو هنا البرد بزاف، على بالك البرد وما كاش كاع ريحه الماكله، ما كاش كاع ريحه الماكله، ما كاش البرد. بون هاي معنا مكالمه قبل ما نعاودوا نقولوا للمطبخ، عندنا مكالمه من فرنسا. من ومن شكون معنا؟ الو السلام عليكم. الو عليكم السلام، مرحبا بك. معك سارة من فرنسا. رمضان كريم يا سارة. يبارك فيك، رمضان كريم تتعني مع الأخت ياسمين والشيف نسيت اسمه. قولي ليندا، ما ملاني نغلط من الصباح ونقول ليندا. قولي ليندا. ناديا وي بارات فخطان تبدأها بزاف من نسيتها اليوم. صافا لاباس، كيفاش راكم تجوزوا؟ احكي لنا كيفاش تجوزوا اليومين الأولين. صافا لاباس الحمد لله، رانا في الدار بالعين على روحنا ومطيبو. صح بيناتنا وكم غالقين على روحكم، واش توحشتوا في العام اللي فات والعوام اللي فاتوا؟ تفاصل رانا احنا رانا في الغربة، تفاصل رمضان كيف كيف. بيت نسقسي عبرك سيدة سارة. وي مساء الخير مرة أخرى. مساء النور ياسمين، شراكي؟ لاباس الحمد لله يا ربي. لاباس غاية الحمد لله. عقلتي عليا ديجا راني حضرت معاك. هكا باش ما تقوليش باللي ما مشي عيطوا تاع كوفي تايم. احنا على الغالب تقابك مشاهدينا الكرام، احنا برنامجنا كالبرامج السابقة ما كانتش تفاعلية، ما كانوش فيها المكالمات الهاتفية. تسمى دوكا من رايح بنشوف يا. يلا اما لا اسمع انت. يلا سيدة سارة قولي لي السنة هذه يا رمضان اسك كاين انت اكزاكتومون فكريني وين في فرنسا؟ مونبولي. يعني نعرفوا انه في جاليه مسلمه بزاف في مونبولي، هل توفر المواد الغذائيه الخاصه بكما نقولوا الديول القطايف هاد السوالف تاع ام كاينين متوفرين في الاسواق؟ كاين كل شيء كاين. يلا ما شاء الله. لا الحمد لله. وكاين واحد البيسخي حدايا هنايا ماروكان يبيع يبيع كل خير، جايب كل خير كاين. لا الحمد لله كل شيء راه متوفر الحمد لله يا ربي. باقون شوالا ما نخرجوش فيها بزاف صالح. أكيد أنه فيها الوحش، فيها بزاف صالح. فرض الحجر الصحي في فرنسا هو جد صارم، اعتبار أنه في عندهم يعني دي زوتوريزاسيون يخرجوا فقط فترة أنه يشتروا فيه ويعودوا يولوا البيت. سيدة سارة قولي لي شكون طيبة الفطور نهار اليوم؟ طيبت بون مازال ما طيبتش مي عندي الحريره اليوم. الحريره عندي الحريره البارح. احنا عندنا الطبيعه هذيك نطيبوا يا اخي خطره في النهار خطره في اليومين صباح بنين ابارامون بون. لا الحريره درت تاع يومين صافي اليوم معروفه عند النساء وفي الدوزيام جور تولي بنينه خير من النهار اللي قبل شربه نيت واليوم ندير حريره جديده واش قلتي لي فكريني ما سمعتك. درت الحريره تاع يومين، اليوم نعاود ندير وحده جديده. اليوم ديري وحده جديده، يلا حديري حريره تاع الفويله والاخر ولا الخفيفه هذيك تاع وهر. لا هذه الحريره تاعنا تاع الجزائريه. واه يتعذب. واه الحريره تاع الغرب وندير البوراك وندير بون عندي البرقوق ثاني البرقوق يبقى ما هما البرقوق الجزائريه الاغلبيه يديروا كونتيتي كبيره ويخبوها في الفريجيدار. برقوق هو يقول غير داخل وخارج. حلو. يلا سيده ساره. شوفي هاي تشارك معنا ياسمين.
وي شارك بيان سور. يلا سيده ساره راح نسقسوك السؤال اللي هو سؤال واحد في هذا المباشر. ما هي شخصيه الممثل علي شارف في سلسله عاشور العاشره، سلسله الكوميديا الهادفه اللي كانت من اخراج جعفر قاسم؟ الممثل علي تاع رجوليه مع حمامه رجلاوي قصدك؟ رجلاوي رجلاوي. يلا راح ناخذوها حنايا اجابه، ما على بالناش رجلاوي ساره، ما على بالناش اسك الاجابه صحيحه ولا خاطئه. في اخر المباشر راح نعطيكم الاجابه الصحيحه. يسلمك ميرسي بوكو، وراح تدخلي معنا في القرعه. سيده ساره، اذا كان عندك اهداء توجيه للعائله ديالك هنا بالجزائر باعتبار انه راكي قاطنه بفرنسا. نهديها لاختي حدايا هنايا ساكنه معايا هنايا، نهديها لعائلتي ولادي ان شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا الضر ونكملوا رمضان بالصحه ونعيدوا بالصحه. صحة عيدكم الا ما زدتش عيط لكم ان شاء الله تكون رسالتك ان شاء الله. شكرا لك وقاضي وفيا لي برامج قناه الشروق رياض لك مباشره لمطبخ. شكرا لك زميلتي سعوده لانك اعطيتيني الخط انا وناديه، ورانا واصلين ناديه شكرا لك. انا بركب عجاطيني شويه جد كيف انت يا مراك انا هاد الريحه شو دوكا كي شميتها والله غير بنينه. قلت لكم انا ما عنديش اكسبيريونس في هادو تاع الطبخ كيفاش يتورني ويتو، بصح يعني عذاب على المباشر عذاب على المباشر. احكي لنا واش وينك واصله. بون لو غولي تاعي درته كيما قلت لكم قبيل ياسمين، كنت نسيت ما قلت لكمش بياض البيض. هذاك لو بولي تاعي نحلو مليح في البابي فيلم، نرمي له هذاك البيض اللي غابيتو، ومن بعد نزيد له شويه فرماج غابي ونبدا نرولي غير بالعقل بهذاك البابي سيلوفان. يجي هذاك ديكور باش كي نقطع يبان لنا البيض هذاك الداخل تاع بياض البيض. فوالا. ومن بعد نتقبو كيما قلت لكم، نتقب البودا تاعي ودرتو يطيب في لاصوص. كي يطيب البودا نحيه نخليه يبرد باش نقطعو. لاصوص هذه نصفيها من هذا البوكي كارني والبصل ونخليها نرافق بها لي شامبينيون والزيتون. شامبينيون نقليه نقليه شويه زبده مارغارين ماني. ايه مارغارين ماني توصل. شكرا. مارغارين ماني بزاف بنينه وهايله ومثاليه في الطبخ. شكرا. صح للامانه قلت لهم انه مارغارين ماني صح يعني بشهاده الوالده انا في البيت تقول لي ريحتها تريح كيما جي نعاونك. عندها ريحه مليحه فوالا شغل دهان بنينه. راحت الكورونا رياضة. لا هنايا كيما قلت لكم البوده ديالي راهو يطيب. ومن بعد كي يطيب البوده نصفي لاصوص ونخبيها لاصوص، ومن بعد ناكومباني بها شامبينيون وزيتون. شامبينيون نقليه في شويه زبده سنينه ثوم. لهنا شامبينيون ولا ما حبوش يديروا يرافقوا لاصوص تاعهم غير بشويه زيتون. لهنا تري بيان خلي البوده ديالي يطيب. هذه باش كاع يقولوا هذه لمسه لمسه ستاره في هذوك المذيعات اللي زعما يوقفوا هنا ما يرموش يدهم لمسه. لا لا عاونتني من قبل. واش عاوناتك؟ وقفت معك فوق الشده واقفه برك هذا. ندور لها نخدم لهنا لاصوص او فرماج اللي نرافق بها لو بودان ديالي. هاد الطاشي ما يذوبش ما يصرى له والو. اليمونتيغ بابي فيلم اليمونتيغ رايح في الصاشي كيف بابي فيلم اليمونتيغ. على بالك واحد الملاحظه راحتها انه الرجال الجزائريين واحد ليزاستيس في المطبخ البابي وكذا يبدا يسموهم واحد الاسماء غريبه. ناديه الصاشي لا مشاهديناتنا يا مشاهدينا الكرام هذاك واش تشوفوا فيه صاشي ترونسبارون. ان شاء الله ما يستلمونيش الرجال يقولوا ايه وحتى كاين الرجال طباخين وكاين ما شاء الله. يلا نخدم لك كريم وفرماج. نسحق نصريه الحليب، نسحق ملعقه مايزينا، ملعقه فارينه. وهذه هكا تبقى نقصت لها كاع هكا خليها ويتقلها بعقلو. هذا يطيب كل حاجه درجات لا كويزين. هذه خمرت لي شويه فيها صح لازم باسيونس. عم بالك انسان مقلق انا كي نكون مقلقه ما نديش ماكله بنينه. حنايا لا عقل في المطبخ هايلي كيما هكا انا نتاوش ما نقدرش هكا زعما بلا شغل تقعد واقف عليها وتزيد النار تحبها طيب. لازم يكون عندك الخاطر في لا كويزين. لهنا لا كريم وفرماج درت نص ريت الحليب، ملعقه فارينه وملعقه ملعقه فارينه وملعقه مايزينا، ندير شويه ملح ما كثرش باسكو لا كريم فيها لو فرماج. ولهنايا ندير فرماج
ديروا استحبات بحبات بورسيون. انا هذا درت ان مورسو راني حندير منه لاصونات الباب واقيل الجنابات. هي ضحنا على بالك دار الشروق ودار رمضان في الدار نستقبلوا فيه بزاف ضيوف. ناديه ورياض وضيفنا الثاني على التوالي. اللي حبيت تفتح انت يفتح. يلا نستقبلوا مع بعض عادل ايبيزا ضيفنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عادل كيفاش يديروا هذيك الساعه هكذا؟ هذيك في جابون ولا هكذا؟ ماكش تشوف حبيب سلام لنا؟ عادي هي خشيه تاع الماكله. يلا تفضل عادل ايبيزا مرحبا بك معنا في مباشر نهار اليوم. عادل ايبيزا فقط ما يقولوا لي تكنيك انه لازم تريح في الوسط. زيد هكذا. ما تبانش شباب ولا مش شباب في الوسط انا. لازم نحترموا المسافه تاع المسافه. طبعا عادل لاباس. والله الحمد لله. والله الحمد لله. مشاهدينا الكرام عادل ضرب قبل ما تبدا لاكاميرا كاشي تاعو يا مثلي كان يتورني ضرب واحد 15 يوم وهو طري هضري هضري وانا كشغل على بالي باللي هذا ما يتامنش وانا كل نهار نصيب له قالب كل نهار نصيب له. كاين عباد معروفين في الجزائر ما يتامنوش في الكاميرا كاشي. ومن بعد بعث لي مع وحده كاينه وحده كانت تبعث لي وتقول لي يا رياض كاين بعت لك وحده وكانت كنت نخدمها لك مع راديا بن شيخ وكنت جاي الاستاذ وما كنت فيها لامات هي تامت من الاخر. ومن بعد كان عندكم واحد ليفانمون هذاك ليفانمون طول وانا سيتي بريفي كنت جايين كنت حنا نعطيك على كل حال. ومن بعد سيتي طروطاني مازالوا ليا ما تنساش. السنه هذه راه وصلك لها رياض باعتبار انه تقريبا راهي سنتين ولا ثلاثه على التوالي انه كل مره كل عام يبان في كاميرا كل عام غير هذا العام اللي ما داروليش يعني ما رحت حتى الحصه. الحمد لله يا ربي. بس على بعض كنت شويه مريض هذوك اليوم اكثر نضام في الدار على المباشر. عادل ايبيزا نحكيو اكثر على الكاميرا كاشي لهذا السنه. كاميرا كاشي ديالك تفضل. بون الكاميرا كاشي كيما راكم تشوفوا فيها جبت نوفو ستيل نوفو ديكور كل حاجه جديده درتها حاجه جديده تختلف على لي كاميرا كاشي. بازيت بزاف على الفنانين اللي يشوفوهم في العائلات الجزائريه. بازيت كانت على لي ديكور كل خطره وين ندير ديكور سوالا دوك زيدوا تشوفوا في الحلقات الجايين زيدوا تشوفوا دي ديكور واحد اخرين. كانت لي كومبليس كل خطره يكون كومبليس سواء كان زنقة كريزين نبغلهم التحيه انستينا كانت جبت مخرج هو الجزائري بصح عنده لهجه تاع تونسيه. ماشي تونسي ماشي تونسي. لا ماشي تونسي. هذه كان شايفو ما عمك مانيش مروبيري وين شايفو. مين شايفو؟ والله ما نكذب عليك ما يعرفو شايفو ما نباليش وين بالك في كاش ايفانمون ولا بالك في ايفانمون صح لعب الدور تاعو مليح كتونسي. انا ديكوفريتو شفت لو رول تاعو هكاك هي هو يقلد الاصوات اخضرها مليحه برشا يعني يقلد الاصوات تاع اسمه شمس الدين تاع دقيوس واش تحب يقلد ديك الاصوات. كانت رانيا وكانت المخرج كانت سالم جبت ايكيب كل حاجه جديده و دقيقه كاين لي شخصيات اللي عادل بزاف يعني اطاشي ليهم كل اعماله نلقاوهم حاضرين فيها ما عادل بزاف قلت لي انستينا قلت لي هذوك ليكيب تاعي جامي ما نبدل ليكيب تاعي هو ميم كيكون عنده اعمال زعما باغ اكزومبل هو اللي دار لو سيناريو هو اللي دار الفكره نروح معاه انا اونك مونتيج اونك دوك عندك واش عمي كومونتي والشعب على ما تمدوش فرصه للناس الاخرين. لا ما تمدوش فرصه لا درت فرصه الاخرين ميم عطيت فرصه كانت رانيا كانت اسميرالدا كانت في الانستغرام هي كانت حاجه ديكوفريتها كانت بالتورني مليح كانت المخرج كانت تونسي كانت كريم بابس عطيت الديرول بزاف ما تشوفوا في الحلقات الجايين تشوفوا كانت تخشي شخصيات جدد اللي يلعبوا معانا شاك فوا تبدل الحلقه. التصوير وقتاش بديتوا انت؟ بديتوا شحال عندي واحد شهرين هكاك شهرين ايوا هنا نفتحوا القوس تاع يعني الموضوع اللي راهو داير حاله في الانتاج الانتاجات الجزائريه. علاش كل المنتجين يعني نقولوا كله كل ما لا العام هذا كل كاع خليته الدقيقه الاخرى علاش دوك نفهمك انا هذا العام ما كنتش حنا نخدم خاطر كان عندي ان سيت كوم كنت حنا نخدمه ميم سيناريو دوك كتبته مي نزيد نديفلوبي خاطر عندي فريق عمل اللي يخدم في لوكازيون هذه تاع كورونا خلال من الفرصه باش نزيدو نكتبوا السيناريو مليح مي يطلب بزاف الامكانيات ويطلب بزاف الوقت. كنت احنا نخدموا مع زاد عيطوا لي بوات برودكسيون من مصر باش نخدم معاهم سيتكم فيها كاع البلدان العربيه فيها مصر تونس فيها السعوديه فيها بزاف في الدول. بزاف الدول العربيه كنت معاهم كونتاكتوني باش نخدم معاهم شهر قبل رمضان
ومن بعد انا بقى لي ما با شهر هكا قلت واش راح ندير. كانت عندي فكره تاع كاميرا كاشي اللي كنت نديرها مع الطاقم الفني، كنت نديرها للطاقم الفني تاعي. قلت بوركوا با ما نديرهاش لي زارتيست، دونك انا لي زارتيست نعرفهم وكل حاجه يديروا لي ويعرفوني بلي كونكوا راح نتورني، خاطش ما يخفالكش الامر خدمنا البارح واليوم وكاع لي زارتيست اللي تقريبا اللي خدموا معايا في البارح واليوم، سما كي جازوا معايا على اساس البارح واليوم جاو يتورنيو معنا البارح واليوم. ما كانوا يعيطوا لي واش عادل كاش تورناج تاع البارح واليوم، قلت لهم راح ندير سيزون. يلا عادل انه راك تقول عيطوا لك، ولكن كاين ناس واحد اخرين راهي تعيط لنا في التليفون، بالك راهي حابه تعطي رايها في كاميرا كاش ديالك. الو مساء الخير. الو الو مساء الخير ياسمين. واش راكي؟ رمضان كريم انت ورياك. رمضان كريم كذلك. اكرم واطيب. فاطمه معكم من المستغانم. قلت لكم الغرب اليوم حنا جاب لي ربي البارابول. تحيه لكم ناس الغرب، واش راكي لاباس؟ الحمد لله نعمه النعم يا ولدي، نعمه النعم الحمد لله يا رب. انتوما انتوما اللي منتصرين الجزائر ان شاء الله. انتوما ربي يخليك. انتوما والله ربي يخليك وحنا بكم تان اكيد. انتوما اللي راكم في القمه ربي يخليكم. شكرا لك. كيما راكم فرحين امه محمد الاسلاميه ربي يفرحكم في الدنيا والاخره ان شاء الله. امين يا ربي فرحينا. والله رياض ربي يخلي لك مهمتك. ربي يخليك. وياسمين ربي يخلي لك مهمتك وخالك اللي تبغيه بزاف. شكرا لك. شكرا لك خالد. انا ما عنديش هذه المعلومه. كيما راكم داويين علينا ربي يدويكم ان شاء الله. امين يا رب. والله غير مليح الواحد يسمع هكا كميه من الدعاوي تاع الخير. وعاد الايفيزا وعاد الايفيزا راهو معانا اخت السيده الكريمه. صدقيني والله المنظر لكم فيه في القمه في القمه. الله يخليك شكرا لك سيده فاطمه. شوفي هذه تحيه، سمحي لي ياسمين. تفضلي تفضلي. شوفي هذه تحيه خالصه لكل عمال الشروق. اها هم يسمعوا فيك كامل الطاقم. نقول لهم انتم متواضعين. الله يخليك شكرا لك. وانتم في القمه متواضعين وحالكم حال والله يرحم الشيخ فوضيل. الله يرحمه ويوسع عليه. هذه هي الصدقه تاعو راهي جاريه هذه هي. اكيد اكيد. وحنا يعني طاقم الشروق كله نقول لكم من ياسمين بنتي عندي أمنية إن شاء الله لربي. تفضلي تفضلي إن شاء الله إلى نقدر أنا نحققها لك. عندي أمنية إن شاء الله كي يرفع ربي علينا البلاء، عندي مصحف هدية غادي نجي نحطها تما في الشروق على الشيخ فوضي. أرواحي مرحبا بك. صدقيني شوفي راي عندي المجلة وتصويرتو دايرتها هنا عند التلفاز تاعي. ما شاء الله أغلى هدية بالك يتلقى تتلقاها عائلة فضيل ترحما عليها كتاب القرآن شيء عظيم جدا. مرحبا بك سيدة فاطمة. يقراوها عمال شروق. سيدة فاطمة. نعم. ان شاء الله تجي عندنا وان شاء الله تتلاقي تتلاقي بكامل نقولوا يعني مجمع الشرق راهي راح يرحبوا بك في دارك. راح يرحبوا بك في دارك الثانيه ان شاء الله. حبيت نسقسيك برنامج الكاميرا خفيه تاع عادل ايبيزا حكمناكم كاع. شوفي تفرجوه الاولاد. اها ما نكذبش عليك انايا قليل اللي نقعد معاهم هاد الايام اللي فاتوا مين كانوا صايمين كنا نتفرجوا في الحجر الصحي. رجلو يحيى رجلاوي هذاك اللي يحب حمامه. سيده فاطمه. دائما بنتي. سيده فاطمه مازال ما طرحنا لك السؤال، انا حبينا نعرفوا رايك في الكاميرا الخفيه تاع مشير رجلاوي تاع عادل ايبيزا. هذاك والله العظيم ما نكذبش عليك يا يموت عليه ولادي. شوف كيف راهو معاك واش تقولي له؟ راهو معاك ويسمع فيك. والله ربي يحفظك وربي يكملك بالخير ان شاء الله. الله يعطيك الصحه ربي يحفظك. وكان مفاجأة إن شاء الله كي راكي تهضري على رجلاوي راح تشوفوها. رجلاوي كانت في الكاميرا الخفية ودار حالة اليوم في حلقة اليوم. ماشي ماشي حلقة تاع اليوم. خلينا كل يوم نجيب لكم. قطعونا شدوا. إن شاء الله. راني قطعونا الضو بزاف. يلا إن شاء الله. يلا ندائنا للمؤسسة الكهرباء أنه ما يقطعوا لهمش الضو. راهي الناس أكيد قاعدة في البيوت ديالها ماذا بها تشوف التلفاز. هذو لي بان أكيد يعني إذا كان فيها. بصراحة إن شاء الله ما تصرفش في رمضان. إن شاء الله في رمضان والكونفيرمون. ربي يحفظكم. وجود بك أشتري سيتي. ربي يخليك. ربي يحفظكم ولا يكمل لكم إن شاء الله بالخير. ربي يخليك سيدتي الكريمة أنطوليكا. إن شاء الله. اون تو ليكا احنا عموما وسلموا لي سلموا لي كاع اولاد الشيخ فوضيل. يبلى 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 الحاج رشيد. ايه يوصل ان شاء الله الكل راهم يشاهدوا فيك. وانا وصيه بنتي ابتي ياسمي انا وصيه افعلوا الخير. على بالي على افعلوا الخير. ايه وعلى محمد مشنق اشوف فيه نموت عليه. سلموا لي عليه نموت عليه. محمد مشقق ان شاء الله يكون يسمع فينا. ان شاء الله. سيده فاطمه فقط قبل ما تقفلي معنا الاتصال راكي تقولي جاوبتنا ريا. جاوبت هي شوفي ما جاوبتش هاي مولات الدار هي تعرفنا كامل جبدتنا كاع الاسره. رياض 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 ولدي العمل اللي فات داروا لك كاميرا كاشي مع الام تاعك.
بالله ماشي العام اللي فات سيتي اون 2016 في عام 2016 ايوا وكل خطره تفكرها تصدق لي ربي يخليك شوفي احنا والله غير انت دعيت لنا بالخير والله نحبكم من قلبي واحنا نموت عليك نبيكم عندي في مستغالين ربي يخليك وانت تن مرحبا بك نهار تجي الجزائر العاصمه لهنا مرحبا بك شروق راهي دارك واجابتك نعتبروها اجابه تدخل في الساحه اكيد ان شاء الله يلا ما نكذب ما نعرفش نكذب على الناس انا بالي رياض يعطيك الصحه شكرا لك نعاود نقولوا لك عاد الابيزا وين كنا واش النقطه اللي كنا متوقفين كنا نحكوا على الطاقم اللي راهو مشارك معكم ساندك اكيد ولكن انا راح نروح لك للسؤال الثاني فيما يخص الكاميرا الخفيه والجدل الكبير الله راه عليها ما راحش نغضوا النظر ولا نطويوا الصفحه ولا نقلبوها انه الكاميرات الخفيه ولا حتى انه برنامج يجوز الشروق الناس تعرفه وقال ايوب انه مصداقيه كبيره صح. لقناه الشروق هذا الجدل الكبير لو حاصل على الكاميرات الخفيه في الجزائر جوستيم وهذا السؤال كنت نستناك باش تقولي عليه يعني باش نفرق راني 100% مع الشعب على كيفاش ما يقعدش يدير كونفيونس في لي كاميرا كاشي بيان سور خاطش حنايا هذا العام الحاجه اللي بازين عليها باش نخدموا حاجه نقيه وحاجه فاميليال وحاجه ريال هاو على بالو رياض عيط لك قلت لك بلي كاميرا كاشي عيط لك فوغ ان تورناج حنا درنا ان سيناريو درسناه واحد العامين وحنا نخمو فيه باش نديرو ليدي درنا ان سيناريو جبنا دي كومبليس درنا كل حاجه باش تكون مصداقيه 100% ارتيست نعيطو فوغ ان تورناج يشوفوا بلي جا ان ارتيست باش يجو يتورني معنا البارح واليوم يشوفوه ومن بعد يشوف الرياليزاتور التونسي وحنا ما نمسوش كاع هذيك الارتيست ما نمسوش واش يشوف الحقره باغ اكزومبل الرياليزاتور هذا كيروح تونسي يحقر زعما تكنيسيان ومن بعد يروح عند الماكيوز الماكيوز تبدا تشكيل الارتيست تقول له شو شاوي يدير فينا وكل حاجه يجي يبدا يتنشع زيد تروح دقيقه برك يجي في غيرونت تحب تصور معاه يجي تكسر لها تليفون تماك الارتيست ينجح الحاجه اللي ماهمش فاهمينها الناس وماهمش فاهمينها من المشاهدين كام هو انه في احيان كثيره ماشي البروديوسر ولا المنتج هو اللي يجي يقول لك هاي كاينه كاميرا كاشي بدا مثل نقدر نقول لك واحد 99% الناس فايقه ورايحه باينه واحد اللي متعود بالك هذه باسكو المنتج ماهوش راح يقول لك باللي انا داير لك كاميرا كاشي وكذا شغل يتقب البرودوي تاعو هذه حاجه مش معقوله خلاص مش معقوله ولكن الناس اللي تفيق شغل على بالها ما على باليش سي بوغ سا اللي لازم المنتجين يسيو يبدلوا الوقت ماشي هذه تاع شهر تاع قبل رمضان انا واحد عادل ما قاليش كاميرا كاشي ولكن متوقع يعني متوقع بون تقدر تكون حصه عاديه عرضونا القناه زميله هكا تاع طبخ رحت موسوس خايف بالك تكون كاميرا كاشي مي فينالمون ما كانش كاميرا كاشي انا هذه درست لها كاع درست لها كاع ايتيك واش راح يصرا نقول لك وعلاش خاطش انا شاك عام انا عجبتني تاع شاك عام وشنو كل عام واش ندير كل يوم ندير ان تورناج تسمى يعرفوني بلي ان تورناج نعيط لك ان تورناج تسمى عندي باش نجوستيفي والاخرين لي زارتيست لي جوستوم تيزو معايا العام اللي فات البارح واليوم جاو راهم طيبين فهمتني واش راني حاب نفهمك يعني عاد لك حكيت لنا على تفاصيل انه فيها سيناريو متعوب عليه في طاقم متعوب يعني بروفيسيونيل ولكن كي تولي في القيم والمبادئ والخطوط الحمراء اللي ما يتدنالهاش المنتج صح. او المنظم للكاميرا الخفيه خاصه في البلدان العربيه والبلدان المسلمه لانه الكاميرات الخفيه نشوفوها غير في رمضان باش نكونوا واقعيين يعني الخطوط الحمراء اللي ما لازمش يمسها المنتج باش يكون نجاح ودخول هذيك المنتوج الى العائله الجزائريه بيان سور سواء لا اسمه لانفيتي حاجه سيرتو لازم تكون الشخصيه تاع لانفيتي تكون محترمه هذه باش يقدروا يشوفوها في لانفيتي ما نجيبلكش انا واحد ما عنده حتى معنى ولا بار اكزومبل شونتور تاع ملاهي ولا كاش حاجه نجيبو ما نقدرش نديرها انا هذه الاكسيون دوزيامو جامي ما نقيس الشخصيه تاع الفنان ما نجي نروح نجيب فنان ونبهدل به ولا كاش حاجه ما ندير له عكس عيانه هذه امبوسيبل ما نقدرش نديرها وزيد مالوغوزمون حنا الفنانين دوك هذيك او جلس كاميرا كاشي وبهدلوا وداروا له عفايس اللي ما يقدرش انا بار اكزومبل يديروها ليليا ولا كاش حاجه ومن بعد مع الاخر يقول لهم اوكي يجوزوها خاطش في الكاميرا خفيه كاين حاجه اللي ما على بالناش بها كي تجوز عام داروا لي كاميرا كاشي قال خويا ما تجوزهاش
يعني عنده الانفيتي عنده الحق انه في اخر الشهور يقول لهم هذا ولكن اغلبهم يكونوا على بالهم وبحكم انه رمضان فيه نسبه مشاهده عاليه جدا يقول لك انا قاعد خليني نجوز وندير فيها وسحب وندير ونبن واعر ونكسر طوابل. كنا شفنا في اليومين اللي فاتوا يعني مواقع التواصل الاجتماعي صارت فيها ضجه كبيره بلا ما نسميه القناه وبلا ما نسميه البرنامج ولكن كاع على بالنا على واش انا نحكوا برنامج الكاميرا الخفيه اللي كان اثار ضجه كما قلنا في كان مس بمواطن بسيط كما قال لك الزوالي الجزائري العادي والبسيط. واش تقدر تقول لنا على هكذا اعمال بحكم انك منتج تقدر دير حوايج هكا وتقدر ما ديرهمش؟ انا امبوسيبل ندير هذه لا عقل الطفل هذا. نو 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 انا شوف ماشي كيسيون مع كل احتراماتي لك رياض اسكو شوف انا من الكارير تاعي من 2010 اسكو شفنا ميم في لي فيديو تاعنا ولا في عفايس اللي خدمناهم اسكو كشنا سالنا لكاش واحد مواطن ولا ارتيست ولا كاش حاجه كل يوم احنا لي ميساج تاعنا يكونوا بوزيتيف وميم الارتيست انا كي نجيبو مادا بيا نكبر به نكبر بها انا كي جبت لاديس بينت غير العفايس الملح فيه هذا ما كان انا هذوما العفايس شوي كونتر عليهم وبهذوما العفايس اللي لقينا مع الاول انتقادات قبل خاش كي طلقنا لابون دانوس هذيك مخدومه كنت كذا ديروا معليش عاد العلاقه ومن بعد نهار اللي شافوا الحلقه الاولى تاع فارد وزادوا الحلقه تاع ناول فهموا بداوا يفهموا قالوا لي عادل صح ابارامون تاعك انا شفناها شويه ماشي صح عادل. اذا حكينا على النقد تاع مواقع التواصل الاجتماعي كاين فئتين يعني ناس الدومين والناس برا الدومين احنا اللي حكينا عليهم دوكا يعني ناس برا الدومين هذا تاع الكاميرا الخفيه كمشاهد يشوف البرودوي الفينال. اذا حكينا على ناس ولا بلا ما نسمو الشخصيات اليوم فضلنا انا ورياض انه ما نسميوش باش ما ندخلوش في القيل والقال رانا في رمضان. كاين ناس يعني في المجال الاعلامي ولا في مجال الانتاج ولا ممثلين اللي موالف يديروا هذه الاعمال وبين قوسين كانوا غايبين على الساحه الفنيه لهذا السنه انتقدوا الكاميرا الخفيه على انها مفبركه 100% كل الكاميرات الخفيه مفبركه. والله ما على بالي انا كل ما نقدرش نهضر ما نكذبش عليك انا في هذه العفايس انا ما نقدرش نهضر على بصفه عامه انا نقدر نمثل روحي خاطر انا الاعمال تاعي نقدر نخدمها نقدر نهضر على البرودوي تاعي بصح لي برودوي واحد اخرين ما نقدرش نهضر عليه. لا بصح انت كمنتج تقدر عندك خبايا لا ماشي على بالك وراك مع العين مع العين وانت ساهمت في مع العين على ما يبدو هدروا دي كابتير وهدروا مع الانسان هذاك وقالوا مانيش بتاتا على عادل. نعاودوا نقولوا لهذه النقطه ولكن الان نستقبلوا مكالمه هاتفيه من عند خديجه وطبعا منين قولوا لي شوفوا منين من مستغانم من الغرب من حاكم الجهه الغربيه اليوم. مرحبا بك خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صحة رمضانكم. رمضان كريم. مرحبا. كيراكم داير غايه؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله والله لا يلا تفضلي. فرحت بحكمتكم اليوم. الحمد لله يا ربي وحنا اكيد اليوم راه الطاقم التقني الصوت والتليفون راهم بروشين مع مستغانم اليوم بروفيتيو الناس الولايات مستغانم يلا اصحاب الفانسات كاع يعيطوا لنا اليوم. اي موالفه نهضر معاكم. يلا واش من البرنامج موالف تعيطي لنا؟ واش من البرنامج؟ تعيط مع ماني متابعه مع محمد خوخي مع محمد خوخي واش من البرنامج؟ لما رمضان مع صباح الشروق. لطفي. لا لطفي هذاك لطفي وايمان. لطفي كيف نبدا نهضر معاهم. لطفي وايمان كنا يعني مباشره الشروق راهي كما نقول لك حصه ورا الثانيه. يلا قولي لي سيدتي رايك في الكاميرات الخفيه لهذا السنه. تبعت واش من الكاميرا عادل؟ عادل معنا عادل تفضل عادل احكي معاها. تبعت هذيك اللي دارت تاع معاه دارشو. دارشو تاع نواف. هذيك وعجبتني عندها عجبتني الكاميرا تاعها اللي درتها. ربي يحفظك يعطيك الصحه وان شاء الله تزيدوا تشوفوا حلقات اللي تزيدوا تشوفوا فيهم بزاف دي زانفيتي راح تشوفوا بزاف دي سيناريو. ووعدوكم بالجميل ان شاء الله ان شاء الله. خاطر تبعوا الشروق بزاف. ربي يخليك. حابه تشاركي معنا في السؤال؟ ان شاء الله. يلا سؤالنا سهل وبسيط جدا يقول لك ما هي شخصية الممثل علي شارف اللي لعبها في سلسلة عاشور العاشر الموسم الثاني تاعو باش نفهم الموسم الثاني مانيش نسمعها مليح. الممثل علي شارف الممثل الجزائري اللي كان شارك في سلسلة عاشور العاشر
نسيت. واش من الدور اسم الدور ديالو؟ رجلاوي. 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 يلا اوكي ناخذوها اجابه. ناخذوها كاجابه ان شاء الله تكوني انت من بين الاربعه اللي راهم حين يربحوا 3 باك كامل عند سواليس. ان شاء الله رمضان كريم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليك. شكرا لك. اذا كما قلت لكم مشاهدينا انتم ثاني اللي راكم تشوفوا فينا تقدروا تتواصلوا معنا عبر ارقامنا الظاهره اسفل الشاشه باش تربحوا الباك هذا تاع سواليس والثلاثه منه وواحد تاع ريكامار. ريكامار اكيد كما نقولوا حنايا ريكامار. يلا في النظافه وفي الاكل اشياء كما نقولوا اساسيه نسحقوها في حياتنا. عادل نعاودوا نولوا للحديث اكثر. كنت ما كملتناش موضوع الشخص هذا ولا الاشخاص اللي حكاوا على مواقع التواصل الاجتماعي. خليك فيو. خليك فيو مقبل. ماشي خلا لي فيو. انا على بالي بلي خاش كان اللي يهضر معاه وقال لهم لي ما خطيه عادل خاش يعني انا ايكيب كاع كومبلي. كي زعما يهضر عليا كي يهضر على انس زعما عادل زنقا. ما حبش يقول كان جماعه اتصلت به. انا ما قريتش انا هذه تابعتوا لي مع الولي كابتور قدام منين. قلت لهم الله ما على بالي وما ما نرجعش انا في هذاك. كي قريت كي شفت لا كابتور ما حسيتش باللي شغل راك ما حسيتش عليا. ما كذبش عليك ما مزادوا بعثوا لي لي كابتور قالوا لي بلي هاولي هجروا معاه. قالوا له اسكو قالوا لا انت دبلوماسي بزاف يعني كي كونت يساجي دان تخوك هكا باش نحكوا على الزملاء وكذا. ولكن كمنتج انا اليوم نهضر معك كمنتج ماشي كفنان. كمنتج حنا نشوفوا انه القنوات التلفزيونيه توضع ثقتها او توضع ثقه كبيره في المنتجين خصوصا فيما يتعلق بالشبكه البرامجيه تاع شهر رمضان. لكن نقدر نقولوا بالك واحد 80% من المنتجين ما يكونوش قد المسؤوليه. 80% من المنتجين كما يقول لك يا عجبت ربي المونتاج يديروه السوايع قبل الوسمو. انا شخصيا مريح هكا في الدار واش نشوف برنامج ولا برسك كامل البرامج ماشي دايرين ميم با ميكساج تاع الصوت. انا نحكوا في امور تقنيه شويه الان جدا. ماشي دايرين ميم با ميكساج تاع الصوت حتى واش نديروا كي تكون لا ميوزيك نقصوا التلفزيون كي يكون يهضر هذاك زعما الانفيتي تاعو نعاودوا نزيدوا التلفزيون يعاودوا يديروا الموسيقى نعاودوا ولينا هكا نلعبوا ماشي محترمين ابجديات السمع البصري والانتاج. صح هذه نقول ماشي 80 90% وبصح هي واش الحاجه هذه الحاجه نظرا لضيق الوقت. انا هذا العام هذا اكسيبسيون هذا العام سيرتو الوقت تاع كورونا تقولش احنا موالف كنا اليز وكانوا يبقاو هذوما لي فوت تكنيك فهمني. يا درا دوكا في كورونا مكاني ما كملوش التورناس الروطار الحجر الصحي هادو كاع العفاس العوامل كاع عيتي كيفاش تحب يخدم لك خدمه شابه يا ريال. يعني هذه كلها صح تغيب تغيب شويه تغيب ماشي مانيش ندافع على القنوات ولا ولكن هما تانا بيخسروا دراهم. القنوات كامل تخسر دراهم هذين المنتجين وبالنهايه كشغل ماناش حابين نوصلوا لهذاك لو ستاد وين يولي منتج وكانه راه يبيع وخلاص باسكو كاين مشاهد. هي بالنهايه نورمالمون لو كان جات الناس تحترم روحها كما يقولوا الاسم تاع المنتج هو في اللعب باسكو في اللعب قبل دراهم قبل دراهم باسكو كيما يقول لكم بعض الناس واش يجوا ينتقدوا ديريكتوم القناه علاش جبتوا هذه وعلاش جبتوا هذه. احنا كقناه كيما يقول لك سورتو في حاله كيما هذه تاع كورونا العام هذا ما كانش كامل لو شوا ما كانش كل القنوات ما عندهمش شوا تلموا الفرصه. كاين عده منتجين وعده ليزارتي وسمو اختلموا الفرصه غير على الجلدي تاع كورونا خاطر باغ اكزومبل كان راح يجوز دي بروغرام كانوا راح يجوزوا ما جازوش داروهم دوزيام بلون لقاو روحهم هما بالك لقاهم فيران طايم بالك لقاهم ما على باليش. عدوا لهاد المنتجين انت ما عندي ما نقول حطي الورقه والسلام. لا انا نسمع في عدل على بالي باللي من كل غير الناس اللي دوري ديالك ماشي خاش. انا ما نحبش انا في هادو العفايس مانيش بيان بلاسي باش نقدر ننتقد كيف كيف تاع المشاهد باش يفيو ولكن ما عرفش ريبوند نو كومنت. مانيش انا واش نكون باش نقدر زعما نحكم على هادي ولا حاجه. منتج ولا مشاهد كريم بالك يعني عباد كبار عليا نحترمهم بالك عباد عندهم فايز يلا عندهم خبره في عندهم هذا خبرة المجال. اكيد انتم كفنانين مازالكم الجيل الصاعد تاخذوا خبرات من الانتاجات السابقه. عادل ما بقناش وقت كثير وتغادرنا. احنا كل ضيف يجي عندنا نقولوا له احنا ماذا بينا تقعد في دارنا ولكن الله غالب هذه الوقت ديال رونديفو الوقت يلا شديناه معنا من الوحده. صح صح شدينا بزاف. يلا عادل يعطيكم الصحه ان شاء الله يكون عجبكم البرنامج تاعي تاع الكاميرا
كاميرا خفيه، ونوعد المشاهد راح تكون حاجه تاع مصداقيه، وراح تشوفوا خبري كاميرا كاشي ماشي مخدومه لا والو، وعينكم هي اللي ميزانكم دوك جديدو تشوفوا. اكيد اكيد، وما قاطعوا الاجتماع راهي على اطلاع على كل شيء، وتعطي ارائها على المباشر. شكرا لك. يعطيكم الصحه على الاستضافه عادل، وانت مارك صايم جاب لي ربي ياك نشيط جدا. شفت كيفاش كي جا عادل عرفت تفكر كاع لي سيناريو، وخاصه العلاقه كي تكون تجمع بين الاعلامي والضيف ديالو، يعني عنده باك جراوند يعرفوا عليه. انا قالت لي راضيه يا اخوان تاني هذا. واسمع هذا الايفيزا كاينه تان صحفيه نشيطه جدا واسمها بشيره العلوي. بشيره واش دير فرضنا بشيره هذه؟ شوفوا احنا كان انا يعني خلونا نقولوا بالك انا شويه ماناش نحترموا بزاف هذو تاع ندير لي باك لانه الله غالب فلاد بشيره والو الماسك واسمه ليغون لهنا ليغون لهنا والماسك يلا بشيره تعودتوا عليها. بشيره هذا فقره رمضانيات ياك رمضانيات اكيد. نهار اليوم راح نشوفوا طريقة تقطيع اللحوم. بشيرة خذتنا إلى شارع الجزائري باش نشوفوه في هذا الفيتياغ مع بعض، نشاهدوه ورجعي لكم. مساء الخير عليكم مشاهدينا، صحة رمضان لكم ان شاء الله تجوزوه بخير وعلى خير في هذه الايام الاولى من شهر رمضان. كما شفتوا في العدد اللي فات من رمضانيات هي تحضيرات لليوم الاول من شهر رمضان. اليوم رانا رايحين نشوفوا انواع اللحوم اللي يستعملها المواطن الجزائري وخاصة المرأة في الكوزينة تاعها للطيب من خلال هذا الشهر. اما لا ما نطولش عليكم تبعوني. السلام عليكم عزيز. صحة رمضانك. بخير اختي، كل عام وانتم بخير. مرحبا. عزيز انا نشوفه هنا المواطن الجزائري يجي يشري اللحم، وكاين انواع تاع اللحم غنمي بقري، واش يختار المواطن الجزائري اكزاكتومون في رمضان؟ في رمضان اغلبيه سيتو سمانه الاولى يحبوا اللحم تاع الخروف، شربه الناس لا بليبار شربه لحم الحلو نتوم، تسمى اللحم تاع الخروف اللي يمشي اكثر. مثل لك ما دفخد تاع الخروف جينيرالمون يديروا بهم توم لحم الحلو ما مثل. عندك هنا لي كوتلات اضلاع لي كوتلات هذو تاع شربه قطعه ماده بار دو الشربه رقبة كيفير، عندك هاي رقبة أنا يستعملوها للشربة، وكاين يحب هذا اللحم تاع العجل، اللحم تاع العجل كان يحب يرحيه يطيب به ثاني، كان ما ياكلش الغنمي كوليسترول، يحب ثاني تاع العجل. مادام أنا نشوفو كل يوم هنايا راكي أنا نشوفو فيك راكي تقضي رمضان واللحم سبيسيال. اللحم لازم يكون حاضر في الطاولة المائدة الجزائرية. بيان سور سا سي سور اي سيغتان. اه وي. واش تخيري اللحم بقري ولا؟ لا نحب بقري باسكو سي لا فيوند روج و بور الكوليسترول اي تو لحم بقري خير. الشربة تاعك واش طيبها؟ بالكولي. اه وي. كولي وشوية دجاج. جنين نعم جنين نخدمه الناس تقصدوا تقصدوا على جال شحم كوليسترول ما فيش كوليسترول وعنده طعمه ثانيه مختلفه لي كايتان جنين ولي كاي عندهم طعمه مختلفه على لحم الخروف. الاسعار كيفاش راهي سكريب متناول المواطن الجزائري؟ اسعار بارابور تسمى العام اللي فات والعام هذا ما زادتش، بقى مستقر السعر، بقى مستقر. نحكي لك على اللحم المحلي والخروف، الخروف واللحم المحلي ما زادش وشويه تسمى راهي شويه بارابور القدره الشرائيه تاع المواطن شويه غاليه. قبل رمضان كان اقبال ودوكا كما في رمضان هذا كان ضعيف شويه، الزبون نقص.
يسمك اختي. الله يبارك فيك اختي. رمضان مبارك ورمضان كريم. مرحبا بكم. شكرا. كما شفتوا معنا اليوم اهم انواع اللحوم اللي يقتنيها المواطن الجزائري واللي يطيبها في المطبخ ديالو. وصلنا الى نهايه هذه الفقره تاع نهار اليوم. اقعدوا برونشين دائما الشروق وحصتكم رمضان في الدار. سلام. مقبلات الفطائر. الفطائر كما سميتيهم انت تاع السلق اللي كانوا رائعين بزاف. نحكي لكمش على الريحه في البلاطو. زيد لها لو بولي هذا بالداند. كيفاش غولي بولي غولي غولي بولي اللي اوليف تخبيا. والحاجه الحلوه كما نقولوا كونيسا فيزيتي. اها يلا برك نعاود نذكر بالاربعه. نقصوا هذيك النار برك. وشو صار يعني انا حنطيبوا فيها النار. عندنا مكالمه هاتفيه. الو الو. قسم يطفوا النار تاعهم. احلى طاقم الشروق. اخي المحترم رياض والغاليه والحبيبه الغاليه. اهلا وسهلا. انا الصوت على بالي. فاطمه وش رايك؟ شوفي بعد جهد جهيد. يلا فاطمه على بالي بلي عندك الاراده وعندك القوه. انت كل مره ما تحاولي تتصلي بينا دائما تحكمينا. فاطمه وش راكي مع رمضان؟ والله الحمد لله كباقي ولايه الوطن. الحمد لله يا ربي. فاطمه قولي لي كيفاش كي تحسي رمضان لي هالسنة؟ انا نحب احساس فاطمه. اكيد والله احساسي هذا العام رمضان سنه 2020 والله هو غير الكثير من نمط حياه المجتمع الجزائري. لانه فيه حاجه ناقصه بزاف كما نقولوا اداء صلاه التراويح. اها. هذا نظرا لهذا المرض كما نقولوا الوباء. ان شاء الله ربي يرفع عنا شر هذا البلاء وشر هذا الوباء ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وغير الكثير من حياه الجزائريين. وكانت كما نقولوا كانت الناس كانت تلتقي في المساجد خاصه المساجد هي انا شخصيا اللي اثرت فيها. فاطمه كل مره ما تتصل بالبرنامج كانت تصل بينا انا ومحمد بزاف في برنامج كوفي تايم. مش مازلتش يقول لي رياض اكيد نسلم على محمد صحاب كوفي تايم ولكن كلهم اوفياء لبرامج الشروق الكل. فاطمه نعم قولي لي حكينا اليوم على التبذير وحكينا على الناس اللي تصرف بزاف في رمضان. نعم والله هو التبذير ماهوش مليح. ان شاء الله نستغلوا هذا شهر رمضان شهر المعظم هو شهر الرحمه شهر المغفره وشهر العتق من النار. ان شاء الله ما نبدلوش ان شاء الله كل عائله جزائريه ان شاء الله لا تسمح فيها ان شاء الله انسان على حسب عدد العائله كل انسان زعما يصرف على حسب عدد العائله ويقلل كما نقولوا انسان الحاجه اللي ياكلها يديرها اللي ما ياكلهاش كما نقولوا ما يبدرهاش. اكيد سمعي سعوده. صح هاني نسمع فاطمه كل مره تعطينا نصائح رائعه. نعم. يلا اذا كان عندك. نعم. فاطمه احنا متعودين مع ياسمين ومحمد خويا رياض احنا متعودين معاهم على الاسئله والسمات والجمال. انا عندي سؤال بسيط جدا. انا عندي سؤال بسيط وسهل وكاع تعرفوه يعني. نعم والله هو الهدف نتاعنا خويا رياض هو الهدف نتاعنا هو اننا نتكلموا معاكم ونتناقشوا في المواضيع ربي يخليك. اننا كيما نقولوا تكون سلسله الاخوه والموده والرحمه بين ربي يخليك ولكن الهدف تاع المشاهدين الكرام الان هو انه كيفاش راكم ديروا باش غير انتم تحكموا بل كاين دي زاستيس هكا باينين باش يحكموا. فاطمة وفية هي والله أنا تصدقني خويا رياض كما قالت الأخت ياسمين هي مشكورة على ذلك. أنا أخت وفية كما نقولوا أنا فاطمة كما نقولوا معروفة على قناة الشروق. فاطمة معروفة شوف على القنوات على قناة الشروق معروفة على كذلك الراديوهات الجزائرية أكيد الإذاعة الوطنية. إحنا كان من مجموعة الأصدقاء من بينهم محمد من تيندوف أيوب جواد أيوب من كذلك أيوب كان تصل بنا في بداية المباشر. فاطمة تمولوا من المشاهير خلاص المشاهير والله الهدف نتاعنا أننا نرسم ثقافة أننا كما نقولوا ثقافة في الناس هذو صح كيما نقولوا والله العظيم. فاطمه اخت ايوب تشد الميكرو ما تطلقوش. فاطمه انا نعرف لها الخوت. فاطمه نعم خلاص كاين سؤال. فاطمه قولي لي كاين سؤال. شتي فاطمه ما عندك خذي راحتك. فاطمه ما تديريش على ساعه. فاطمه قولي لي بلي انت اختي تلفت لي الافكار باش نمدها في المباشره. واش قالت لك؟ راحوا لها الافكار. فاطمه قولي له بلي اختي انت ما تزعفيش مني. نعم
نعم برك فاطمة. نعم حطبة فاطمة شختي راني معاكم. فاطمة قاعدة معنا برك. السؤال تاعي يقول ما هي شخصية الممثل علي شارف اللي لعب رجلاوي في سلسلة عاشور العاشر؟ وش كان اسمه؟ رجلاوين. خلاص هاي قريب يخلص البرنامج بالاخر وسبرت. والله اخي رياض والله انتم مشكورين على هذه المواضيع الراقية والغنية وكل برامج الشوقية غنية وثرية بكل فقراتها والمواضيع اللي تبتوها لنا، وراكم واقفون من أجل خدمة المواطن وخدمة هذا الوطن الغالي الجزائر. فاطمة نعم. ربي يخليك. شكرا لك. ربي يخليك ولكن ما حبيتيش تجاوبيني على السؤال. ها قولي لي فاطمة. نعم قولي لي ما جاوبتيش على السؤال. جاوبتكم. وش قلتي؟ رجلاوي هاي صحه فاطمه. راكي صحه ان شاء الله تكوني انت وحده من الفائزين ولا من الفائزات ب ان شاء الله لو باك تاع سواليس والباك تاع ريكامار. راه حيكون عندنا اربع فائزين. هاي نعاود نولوا لك. يلا نولوا دوك. انا دوك نبهوني في الفقره فقط. رياض تنويه صغير باش نحكيوا اكيد اللي يتابعوا برامج قناه الشروق ولا حتى برنامج رمضان في الدار اللي تدخل في سلسله البرامج لشهر رمضان على قناه الشروق، انه كل من ايوب وفاطمه هما ذوي الاحتياجات الخاصه. ناس يعني ماهوش كما نقولوا لي اعمى اعمال بصيرة مش البصر، لأنه البصر أكيد نعمة من عند الله، ولكن هاد الناس طيبتهم ثقافتهم. أيوب شفتوا كيفاش حكى معنا، ولكن إنسان مثقف عنده ثقافة رائعة. أسئلة محمد يعطي له أصعب سؤال في الأسئلة اللي نبرمجوها لحلقة، ولكن يجاوب عليها بوحد السرعة وحد الطلاقة، ويزيد كذلك وخاصة الأسئلة الدينية، ويعطيك السلسلة كاملة ويحكي لك تفاصيل هذاك هذيك الإجابة وكيفاش كانت يعني الحكاية أو حتى قصص أغلبيتها قصص الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ناس رائعين. فاطمة كذلك، وكاين أيوب. قلت فاطمة وأيوب، وكاين متصلة أخرى كذلك. ان شاء الله في رمضان في الدار تحكمنا ان شاء الله. عموما هما ماشي هما من ذوي الارادات القويه جامي احنا نقولوا عليهم، باسكو يعني صراحه هما متميزين علينا باشياء كثيره بزاف من بينها وش راكي تحكي. يلا تفضلوا. من بينهم دندون تاعنا اللي راهي حطت لنا الفطائر ديالي. لاصوص طابت لو بودان نحيه ونخليه يبرد شويه ونقطعه. لاصوص كيما كتشوفي قلت لك نصفيها، نحي من هذاك البصل والمعدنوس، نضيفها لهاد الشامبينيون بعد ما نكون زدت له ملعقه فارينه. هذا الشامبينيون اللي كنا درناه مع اللي برزيناته شويه زبده تاع مارغارين ماني. فوالا شويه مارغارين ماني، ونضيف له هذيك لاصوص اللي صفيتها منها في الشامبينيون، ونزيد الزيتون لهنايا لهذيك لاصوص. واش نزيد لها؟ زيتون. الزيتون قلت لك وتغليته وشلتو بالماء بارد. لاكحام وفرماج درت كيما قلت لك من قبل نص ريت الحليب، درت واحد 10 لي بورسيون فرماج، يقدروا يديروا حتى 6 لي بورسيون، من غير فمايزينا من غير فارينا شويه ملح شويه فلفل كحل. خليتها حتى عقدت لي اون كريم فرماج اللي نلاصق بها. انا كي شفتها قلت لها دي لابيشاميل شغل تبان يعني باش نفهموهم اكثر انه كيفاش تكون خاطره وعقده. لا لا ماهيش خاطره، هي خفيفه شويه خفيفه على باش نسقيو بها الغولي ديالنا. خابية هكذا باش نديروا الفرق بينها وبين كي نجيو حنطفوا نديروا لها شويه فرماج غاطي. لهنا الفرماج ابولونتي عندهم يديروا ما عندهمش يديروا قيس الحاجه اللي عندهم يديروا قيس قيس باسكياس اون كريم فرماج. الفطاير كما كي تشوفي انا كنت بديت لهنا نخدم ما تسنيتكمش، باسكو الخميره تاعي لاباط تاعي خمرت. درت هذه بول وزنتها 25 غرام لهنا. علاش نوزن ياسمين؟ باش لاباط ما يقعدليش لي شوت فيها. تخي بيان. وحتى العبارات والحبه يجوا كامل كيف كيف. يجوا كامل كيف كيف، يجوا شابين. انا نحب بزاف المنظر تاع الحاجه كي تكون كامل كيف. انا رياض على بالك يكون ساكت لي كان خاف. انا ننعس بزاف جينيرالمون في رمضان هذا الوقت راه وقت تنعس لي. لا لا دوك نحكي لك علاش. عندي شحال دوك 7 سنين في قناه الشروق. 7 سنين حنا النشره الرئيسه كانت تبت على 11 تاع الليل. بون العام هذا ما نباليش عقداش هم يديفيزيوها، مي 11 تاع الليل تما النهار نكونوا راقدين باش في الليل نقدروا نخدموا. تما لاول مره راني هكا شغل قاعد وصاحي ومعكم في رمضان في الدار. يلا ناديا كنت درت ديبول تاع 25 غرام، ندهن شويه لو بلون دو ترافاي تاعي بالزيت، ونعاود ندهن يدي ونحكم لابول. بيان سور نبدا بالاولين اللي وزنتهم باش يقدروا يتحلوا لي، لو كان نبدا بالاخرين كيما كيما يديروا لاباط للمحاجب هكا يفتحوهم. شويه زيت هكا نحلهم، نعاود نقلبهم باش نقدر نحلهم. نحل 4 ولا 5 ولا 6 بون. انا لهنا نكون غابيد، حليت شويه لهنا بزاف.
هما اشاك فوا يعاودوا يقلبوها ويحلوها باش تحلهم بيان. درت لا فاخس لهنايا تاع السلق كي خلاصت لي شويه لا فاخس دارت لي كميه معتبره زوج بطاطا كي تشوفي ميم لا بات خرجت لي وقيله 30 ولا 35 حبه شتي يعني الفرينه طرطه الفرينه راح دير 35 حبه دير لك تقدري نقدروا نديروا حتى مطرطل لهنا كي خلاصت لي لا فاخس حندير شويه زيتون كنت سرقته من لو بلا وشويه فرماج ونديروا بيان سور طون ريكامر معليش تعطيني كاين انواع تاع الطاوري كما كاين هذا وهو الزيت زيت باش تعطيني هذاك برك باسكو نسحقين بار صغيره هذه هذا وين كنا نهضروا على التبذير عندنا زوج دقائق كنا نهضروا على التبذير سمعتك رياض والو ما يعطيش من الناس اللي بزاف عنده سرعه خليها ديريها لي في لافاخس وانا نوري لك كيفاش نغلق الفطاير ديالي. الفطاير نغلقهم على ثلاثه كيما نعرفوا كامل كيما نغلقوا العرايش. العرايش نقلبوهم نخليهم هكا باك الفطاير يقعدوا هكا. نبدا نديروا بالزيت. لا لا سي نحيلك الزيت. نحيلك الزيت نقصو. ديرها في الغيهوري هنايا. كون ندير زيت تحلي لاباط يخرج لي من بعد. يلا الزيت هذا نباتي 100% الناس اللي اكيد تكون بالك زايدين لها كيما نقولوا حنا البيض ولا لا لا فوالا تجينا شويه نزيدوا البيض صافا بياض ان بلون بولي اللي قعد لنا تكتوكه اي حاجه نقدروا نحشوا بها هذه الفطاير. نحكم الفطاير تاعي على ثلاثه نقفلهم منا زيد نقفل منا كامل يعرفوا هذه القفله جاب لي ربي كيما نقفلوا حنا العرايش. لا تاع العرايش اش ديجا شفتو تعرفي ديري عرايش؟ لا لا قلت عرايش انا فرحت قلت عاد دير العرايش. واش راكي تحكي يا ناديه صافي شفت على الشكل تاعهم يا ناس ولا غير حديروا لي كيما قال لك هذاك مشكل. انا اللي حاب نجي ما نجيش ما تخلوني ما تستضيفونيش راح تروحوا الفطاير ولا مخرج الروح كيما راكم تشوفوا لهنا نكمل نغلق كامل الفطاير تاعي ونديرهم يطيبوا 180 نخليهم يحمروا مليح لهنا ما نديرهم لا بيض لا يسخن من قبل بيان فوالا لا بيض لا والو ما نحبش ندير لهم البيض هما لوريجين تاعهم هكا بلا بيض ملي يحب يدير لهم شي بيض ما يدير لهمش هنايا ونقفلهم مليح باش يحطوا يتحلوا لا يتحلوا يتحلوا اشاك فوا نولي ليا ماما مغلوقين كي تشوفي فيها اشاك فوا انا ما نحبش الدوق تاع البيض في هذوما في لي بيتزا هذوما وهاد العفايس داكوغ البيض شغل اللي يبقى بيض ويتحرك انا ما نحبش لاباط تاع البيض كيما كاطو تاع الطابع ما تحبيش حاجه اللي فيها تاع البيض داكو ما نحبوش قلت لكم نغلق كامل الحبه تاعي ونديرهم يطيبوا 180 الفرن كنت سخنتهم من قبل نخليهم يحمروا مليح ندوزو لو ديسير ديالنا طولت عليها باش تبرد لي شويه راهي خان نسحق لهنا شويه قطايف نسحق مارغارين ماني كنت ذوبتها سيغو كنت طيبت ماء وكاس ماء وكاس سكر طيبت ان سيغو نورمال ودرت له كي طفيت له درت زوج ملاعق ما زهر اللي عنده ما ورد يدير ما ورد نسحق نص ريتلا حليب ملعقه مايزينا نسحق لهنا سكر كلاص سكر كلاص هذا للتزيين نقول لكم واش ندير به ونسحق زوج ملاعق سكر سكر عادي شافي لهنا القطايف تاعي القطايف هادو القطايف تاع يعني تاع السوق هادوك اللي يخدموهم باليد ولا لا هادو قطايف تاع لا ماشين قطايف سوريه السوريه ايه خلاص يعني العاديه الكوميرسيال اللي نلقاوهم في لي كونت سيرفاس نسحقهم هكا بشويه مارغارين ماني الله قلت لك لا كولور تاع مارغارين ماني سكر كلاص ملعقه ولا زوج باش يحمروا لي برك نخلط هذا الخليط مليح نفرشوا في سنيوه ونديرهم يحمروا في فوق سخون اللي ما يحبش يديرهم في الفوق يحمطهم غير في المقلام شنو يقعد يعسيهم باغ كونت في الفوق كي نحلوهم يحمروا من جهه نقلبهم يزيدوا يحمروا هذو البنات اللي يحبوا كما كانت عيطت لنا مقبلات على ما اظن الطفله هذيك تاع الجي قالت لك احنا بوكو بليس البنات يديروا الحلويات اللي ديسير ياسمين نروحوا للبرج عندنا مكالمه من البرج يلا خلينا نستقبلوا مكالمه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مساء الخير اخي رياض مساء النور رمضان كريم رمضانك اكرم وان شاء الله مبارك عليكم وعلى السيده ياسمين وناديه ربي يخليك هم معاك نخليهم لك الله يسترك خويا ومشكور ودائما نشاهد الحصه نتاعك ربي يخليك شكرا شكرا لك سيدتي رمضانك كريم وانت الاكرم ان شاء الله الله يخليك من عندي وعند الشاف ناديه رمضانك بالصحه ان شاء الله عايشك رمضان كريم ان شاء الله تصوموا بالصحه ولهنا ليك ولكافه المشاهدين ان شاء الله في حياتك حبيبتي يلا نخليك مع المكالمه ياسمين انت روحي لهنا وانا نجي نروح يلا تفضل رياض راح نتبادلوا الادوار يلا سيدتي قولي لي نعم. رمضان هدايا كيفاش راكي محضره حالك من اطباق عبادات احنا ما نسقسوش غير على كروشنا حقيقه والله غير تحضير كسائر يعني السنوات
الاطباق اكيد مش راح تخلط المائدة رمضان من شرب افريك احنا هنا في رمضان ومطلوع وكسرة بينسور وشليطة هذه لا اكيد كينا وكذلك اطباق اخرى اللي وش يحبوا الاولاد كيما البوراك كيما يعني اطباق تكون يعني الحاجه اللي يطلبوها العائله الافراد نعم تلبيها لهم نعم خاصه يعني رقم كفيتوا ووفيتوا يعني علمتونا في الديول علمتونا في البلديه نعم سيدتي اللي شاف ديالنا راه كل مره شفنا ولا شفنا دي انه كل مره يحاولوا انه ينوعوا لكم الاطباق ويديروا لكم اطباق يعني حتى يعني الحلويات اللي موالفين نخرجوا على جالها باش نشريوها علمتونا فيها واصبحنا نديروها في البيت. هيا دارت لكم اليوم الشيف نادية دارت لكم القطايف. القطايف. ايه بصحتكم وان شاء الله نجربوها. ان شاء الله. سيدتي كاين سؤال للبرنامج. نعم. راح تشاركي فيه. نطرح لك السؤال باش تدخلي معنا في القرعة يمكن تكوني من الفائزات في آخر هذا المباشر إن شاء الله. يلا تفضلي. ما هي الشخصية الممثل علي شارف اللي كان شارك في سلسلة عاشور العاشر اللي كان لها ضجة كبيرة كان الدور دياله جدا حساس رفقة قامات في التمثيل الجزائري؟ والله أنا هذا من الحل هذا من عند وليداتي هما اللي كانوا يشاهدوه قالوا لي رجلاوي قالوا لي رجلاوين. واش قالوا لك رجلاوي؟ يلا راح ناخذوها كاجابه راح تدخل معنا نحطوا اسمك في القرعه ولا حتى في الاخير اذا كانت الاسماء ونصرحوا على الاجابه الصحيحه لهذا المباشر ولا حتى شكرا وبارك الله فيكم. سيدتي اذا كان في عندك اسئله للشاف ناديه ولا حبيتي تحكي معاها؟ والله نقول لكم راكم مشكورين ورانا دائما مع الشروق يعني سواء نيوز ولا الشروق العامة. ربي يخليك. الحصص كامل جد كامل حصص ممتعة من نوض الصباح نلقاو الحل واش رايحين نديروا الغداء في صباحية يعني في سائر الأيام. في رمضان كذلك يعني كنتوا معانا وتعطيونا الأفكار كيفاش ندخلوا للمطبخ في المساء باش نديروا يعني الفطور يعني والله غير مشكورين حتى هذاك هو أهم شيء راهم يحرصوا عليه اللي شاف تاعنا وسيرتو تاعنا راهم يديروا لكم مأكولات اقتصادية هكا باش ما من بوطن البسيط والله غير في إمكانية الجميع يعني واش موجود في البيت نلقاوه هذا هو أهم شيء ياك صح ناديه وي لازم نديروا سخته مع الفتره تاع الكورونا ولازم اطباق اقتصاديه ونقول لكم بلغوا لنا سلامنا للشيف ليلى والشيف ماما نعيمه نعم سلامي الكبير للشيف ليلى وماما نعيمه ان شاء الله يبلغ نقول لهم تحيه ان شاء الله يكونوا شوفوا ان شاء الله نقولكم رمضان كريم وعيدكم سعيد ربي يخليك شكرا لك شكرا على الاتصال يلا رياض نعاودوا للمطبخ ناديه وين كنا؟ كنا في القطايف ندير لهم شويه سكر كلاص شويه مارغارين ماني ونخلطها مليح نديرهم في ان بلاطو يروحوا يحمروا هذو ما جايين رقاق بزاف ماشي نورمال هذو هما تاع سوريا يجوا بنانا يعجبوني يجوا رقاق الاخرين يقدروا يكونوا ناجحين يقدروا لا كي يحمرونا مليح نسي نكسرهم مليح بيدي ونضيف لهم لو سيغو اللي كنت طيبته كاس ماء كاس سكر كي يغليوا لي ان سيغو نطفي له ونزيد له زوج ملاعق ماء زهر ولا زوج ملاعق ماء ورد نشرب شويه هاد القطايف تاعي ما نشربهمش بزاف شويه كميه قليله وندير لاكريم نصريت لحليب ملعقه مايزينا زوج ملاعق سكر نخلطهم بارد في بارد ونخليها تعقد كومين كريم نخليها تبرد اكوتي طلعت انا لهنا كاس شانتيي بكاس حليب ونزيد لها 4 حبات فخوماج كما نعرفوا الكنافه خي فيها الفخوماج دي شويه ان بو سكري بيناتنا هو الكنافه تاع الصح تاع سوريا الفرماج تاعها ماشي كامل الناس يقدروا ياكلوه انا واحد ما نقدرش ناكله لو سكر اي سالي انا ما نحبش الفرماج تاعهم واعر بزاف قاصح شغل انا كليته عند لي سيريان تاع الصح قاصح ما شغل ما قدرتش نتقبل الذوق هذاك صح هذا ابارامون يقدر يجوز انا لهنا درت فرماج تاعنا عادي قلت لك طلعت كاس شانتيي بكاس حليب كي نطلعوا نبدا نزيد بالحبه فخوماج ندير حبه نخلطها بها حتى تتجانس نزيد الثانيه نزيد الثالثه نزيد الرابعه نخلي لاكريم كي تبرد لاكريم تاعي الاولى اللي كنت خدمتها نبدا نضيف لها لاشونتيي غير بالعقل نضيف لها لاشونتيي بالعقل من بعد نحكم دي فيغين ندير ان كوش تاع قطايف اللي كنت شربتهم شويه سيغو ان كوش كريم ان كوش قطايف ان كوش كريم كي نكمل نزين بان غوزا شونتيي وشويه بيستاش والتزيين اختياري من الفوق
حاجه مليحه عجبتني تاع التزيين اختيار انا ما قدرتش ريح وقف هنا مشاهدينا الكرام صعيب الشيء وهنا عم بالك باللي خليني نوجه تحيه لكل الامهات ولكل البنات ثاني اللي يعاونوا لي مامون تاعهم في خلال شهر رمضان باسكو صح سي با فاسيل احنا بالك ندخلوا ناكلوا برك نعي ونعيوا الوغ الناس اللي صح راهي تتعب في الطياب الناس اللي راهي تتعب في درجه الحراره على انا درجه الحراره هنا تاع رمضان نقول على زلة مريش تار باسكو ماشي ريح درجه الحراره شويه مقبوله وكي درجه الريحه وريحه الطياب درجه الحراره نو درجه الريحه هي اللي مامو موالفينهم بصح درجه الحراره يعياو تعييهم وزيد تان شو المكونات اي من ناي من ناي ربي معاكم عجبتك هكا شكرك عجبتني عجبتني خمامك يلا رياض في الوقت اللي راهي الشيف نادية راهي نروح نجي عندكم تما يلا ناخذوا فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم محمد رباش من ولاية تمثيلة يوجد كثير من الأمثال الشعبية التي تقال في ولاية تمثيلة حسب سياق الكلام وأنا اخترت هذا المثل الشعبي لأنه أعجبني كثيرا والذي يقول يا شاري النيف ما تاومش شحال يا قصد الأصل ما يهمكش المال لا تقول فلان حبيب حتى تشوف الخصال ولا يغرك الزين حتى تشوف الفعال الوقت إذا فات ما يشده حبال والريح إذا جاء ما يصده جبال تحية البرنامج رمضان في الدار السلام عليكم قولوا ناس زمان صفي نية وتوكل على الله اللي يكرهك بعد عليه ونسى واللي يبغاك عرف قيمته وموت معه السلام عليكم معكم بلال شعبي قديم يقول العربي هو من هو الى جاء يجيك تلوى ولا شبح غادي يعود يقول هو مهما هتكون الديانة أو شعوب بلغات ولون ربنا عدلنا الأمانة وقال لآدم قوم وكون الأرض لينا مش لغيرنا لأجل أولادنا وخيرنا ياما من أزمات عبرنا رجعوا الضحكة العيون مرحبا بكم من جديد ما زلنا متواصلين مشاهدينا الكرام في برنامجكم رمضان في الدار واليوم صحرنا في دارنا يا ياسمين سعود صح صح اجواء الدار لانه وريحة ضيوف المكلة. ريحة المكلة ضيوف كثيره راهي استقبلناها لنهار اليوم وراح يكونوا اكيد في المباشرات المقبله شيف نادية راهي تحضر لي سفره النهار اليوم متنوعه واقتصاديه كالعاده كذلك اتصالاتكم لي كل مره نذكركم انه الارقام الهاتفيه ظاهره اسفل الشاشه والسؤال اللي راح تربحوا فيه جوائز عديده معنا مهدات من طرف سواليس والريكامار وعندنا اتصال الو الو مرحبا من عين نعجه غير منا في الدور عين نعجه انا خدامكم معاكم في الفيراج مرحبا بكم الو 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 وي الو مساء الخير سيدتي خير مساء النور رمضانكم ربي يخليك رمضان كريم رمضان كريم ربي يقدركم على واش راكم تخدموا ربي يخليك ويقدركم ثاني ثاني راهي في الكوزينه سمعتك مقبل تهضر على الكوزينه والطياب والفوار ولافابور صح 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 انت تعاني انت بلا شك انك تعاني يعني ما فيش شك انك تعاني في الكوزينه في رمضان صح لا سي تان بليزير ماشي معاناه سي تان بليزير والله أنا مليحة ما راحتش. في الكوزينة هنايا، جينا عايشين فيها. مليحة في الكوزينة أكثر من الدار. سيدتي فقط ذكريني ذكرينا بالاسم. سيدة حكيمة. سيدة حكيمة، مليحة أنه الراجل يعطي دفعة بوش كما نقولوا حنايا للمرأة الجزائرية في شهر رمضان صايمة وفي لا أنا معاكم نورمالمون كاع في خلاص رمضان. لا 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 هاشتاغ راح نديروها هدية لأمك أنا أطالب أطالب كامل الناس الرجال اللي راهم يشوفوا فينا الآن أنهم الآباء والأبناء خلينا نقولوا حتى الإخوة وكذا أنهم يمدوا هدية رمزية للوالدة تاعهم ولا لكل الفتاة دخلت الكوزينة خلال الشهر الفاضل طبعا مور العيد ان شاء الله ولا نهار العيد عجبكم ملح اليد ملح اليد دراهم لا انا درت الهدية تاعهم انا عم شنو هي عبك شنو الهدية تاعهم وشنو هي الهدية تاعهم المنو ديري هادي وديري هادي وديري هادي يتهاولك بزاف في الدار بزاف 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 واش من الحاجات الشيء اللي لا 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 ماشي تاع اللي يتهاو هذا يحب يشوي حبه فلفل
يحب مش حاجه قولي لي لي مش حاجه كبيره بزاف شويه حبه في الفيلم رانا في العادي زعما 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 تشهاها انا اللي درتها وياكلها اهم شيء لا 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 البارح انا زعما اللي درت الحميس بعد هو جاني زعما جاب لي زوج حبات حار وجاي يشويهم وحده والدنيا وبناته نقص عليك نقص عليك شويه شويه اخي شويه شويه بصح يكون في السدله قال الكوزينه رجعها كحله انت ما تشوفيش الكوزينه والله غير هكذاك غير هكذاك يحبوا رياض هذا الخطر راهو معنا عنصر اللي يشوي 100% ويدافع عليك لا لا باسكو صح انا نشوف لا مامون تاعي كيفاش تاعيه في الدار حنا دو بيرسون برك في الدار والدار كاع وملي تنوض هي تخدم تما خليها الناس كي تكون اون فامي نومبروز وعائله فيها بزاف تما الجهد يكون مضاعف الاخت حكيمة تشاركي معنا في المسابقة وي تفضلي يلا السؤال ديالنا لا ريبونس تاع رجلاوي فوالا رجلاوي انا قالوا لي البنات راح ناخذها انا والله ما على بالي البنات قالوا لي رجلاوي كنت نقول رجلاوي حسين الحسين المعيد تاعنا تاع البرنامج راك تسمع فيا ياك هكا الان على المباشر شوف نساو السؤال حفظوا غير الجواب كل خطره يجوا لي يعيطوا يقولوا لنا خلاص الاجابه طيب بيناتنا انا حرت كيفاش عرفوا باسكو انا ما كنتش نعرف رجلاوي عرفناه برجلاوي رجلاوي ما مبانيش باللي اسمه علي شارف اون فام صح هذا اذا هو صح رجلاوي يوم بعد في اخر المسابقه ما على بالناش انا شخصيا ما على باليش باش نقول لهم يلا سيدتي ان شاء الله يدخل اسمك باش نهضر معاهم باش غيبك عطيتهم فون نيميرو التليفون تاعي ما كنتش حافظاتو شكون باش ما يكوبيوليش نعرف نعطيهم يلا اكيد اكيد بعد ما تطلعي في الكونترول دوك يستلموا ياخذوا الرقم الهاتف ديالك سيدتي واذا كان ليك اهداء نعطوكم اكيد الفرصه انه تحيوا العائله ديالكم يلا اوكي شكرا جزيلا لك ان شاء الله مازال مش حال مازلتنا مازلتنا مازلنا 40 دقيقه 40 دقيقه على ما اظن في وقت اللي الشاف راهي تجري في الكوزينه الشاف نادية انه تحضر سفره النهار اليوم فقط قولوا لي غرفه الكنترول اذا كان عندنا اتصال من الخارج عبر سكايب او لا راح يكون معنا بعد قليل يقولوا لنا انه راح يكون معنا اتصال خاص من خارج نشوف الوطن نشوفوا ناديه ولكن نعاود نرجعوا لناديه فيت في يلا اليك الخط ناديه احكي لنا واش كاين هناك واش كملت فطاير تاعي انا لهنا كان عندي شويه قطايف درتهم من قبيل يتحمروا لي باش نربح الوقت نشربهم شويه سيغو كما قلت لكم لاكريم تاعي طيبتها درتها تبرد لازم تبرد مليح باش نضيف لها هذيك الشونتيي والفرماج رافقت لي شامبينيون ديالي بالزيتون درتهم في هذيك لاصوص اللي صفيتها تاع البولي دوك نقطع لو بولي تاعي ندير في الوسط لاصوص هذه بالزيتون وشامبينيون ومن لي كوتي لي الغولي تاع الدجاج تاعي ونحط كوم اكومبانيمون لاصوص الفرماج ديالي لهنايا ومن بعد نبدا نعمر لي فيغين ديالي نلحقوا سواسوا مع المغرب المغرب ديالنا جيت المغرب تاعنا اللي هو الساعه الرابعه بعد الزوال اذا مشاهدينا مازلنا متواصلين معكم في برنامج رمضان في الدار وراي حاضره معنا ياسمين سعوده اهلا مرحبا بك حسيت كانه البرنامج بدا الان غرفه الكنترول قولوا لنا فقط اذا كان في اتصالات نستقبلوها او لا يلا الاتصال بيان سور كيما بدينا بالغرب مازلنا في الغرب يعني رحنا درنا شويه للشرق ايمان اليوم راهو هو ها كيما يقولوا الو الو مساء الخير الخير اخ رياض اهلا مرحبا بك كيف داير لاباس غايه صاحبي غايه واه كي دايره في وهران كي دايره في وهران كي دايره في وهران مع الحجر الصحي واش قال لك فقط زيد الصوت ديالك لانه انا مانيش نسمعك راهي في الحجر الصحي يلا سيدي نعم الو الو يلا هكا نسمع فيك 10 على 10 قول لي وقتي قاعد في البيت الان بيان سور انا باللي قالوا لي باللي قالوا لي قعدوا في دياركم انا قاعد في الدار تاخذ الراي تاخذ هايل مطبق للقوانين على حذافيرها قل لي انت متزوج ولا اعزب عايش مع الوالده ديالك لا انا مازالني صغيره وجاي الدنيا لا متزوج ما وصلتش للدنيا شحال في عمرك؟ عندي 23 سنه الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله اكتب الوالده ديالك شويه في الكوزينه تشرط عليها تروح تقلب لها القدور لا قول لي راني نعاونها ونطيب معاها واش درت لها؟ واش درت لها وماشي قدام الكاميرا واش درت لها صح؟ نعم واش درت لها وفاش عاونتها؟
بار اكزومبل خطره تعلمت نطيب مع الكاطو خطره انا احكي لي خطره احكي لي على البارح والبارح ولو البارح واش درت البارح وجدت انا الطابله تاع رمضان هذا ما كان يعني دار لها الدريساج واش من دريساج حتى باصه وللبارح انا وجدت واش وجدت وجدت الزلابيه وجدت البريباراسيون تاع الزلابيه وجدت لاباط تاع الزلابيه نعم هو تقولي ما يعرفش ها ودير زلابيه بنينه تبغي تجو مرحبا بكم لا لا والله غير صح الواعره كاع سي هما حتى تعلموها الناس طلقوها تتباع اليوم هي ولا الزلابيه يعني من اصعب الاشياء اللي تطيب الزيت عباك اللي تري دونجوروس في الطياب صعيبه اهم شيء انه فيها كيما البغري فيها تكنيك وفيها سر المهنة اللي حانوت وحانوت ماشي كيف كيف ماشي كيف والله لا بري سهلة بري سهلة ما شاء الله عليك يلا بعث لنا على صفحتي ولا صفحة رياض بن عمر في الانستغرام المرة الجاية شوفوا الزلابية ديالك كيفاش دايرة يلا تشارك معنا لا صفحة رياض راني متبعها 24 ربي يخليك تشارك معنا على في السؤال طبعا إذا بغيتوا بيان سور احنا ندير روحك اللي أنت ما تعرفش الجواب ما هي شخصية الممثل علي شارف في سلسلة عاشور العاشر؟ اثنان الشخصية هي رجلاوي على خاطر حام خطأ مصباحهم يقولوا رجلاوي أكتسمع يا حسين أكتسمع يا حسين حسين أنا أكتسمع ولا غير خاطينا أنا وريا عشان تعرف عشان تعرف أنه نحن معنا الناس هيتسمع في الناس تقولهم رجلاوي يلا راح نأخذوا الإجابة ديالك وراح تدخل إن شاء الله في القرعة وإن شاء الله تكون الإجابة الصحيحة باعتبار أنه ما قلناش الإجابة الصحيحة لهذا السؤال سيدي الكريم إذا كان في إهداء خاص للعائلة ديالك أو أصدقائك إهداء صحفي رياض بن عمر وطاقم الشروق ربي يخليك والله يعطيكم الصحة وصافي بليزير قناة الشروق دائما لنا أكيد وهذا ما كان وربي يخليك حنا نقول لك شكرا لك وصحة فطورك وإحنا مشاهدينا الكرام وياسمين سعود المتصل تاعنا الآن كان يتكلم على مساعدته في المطبخ إحنا راح نروحوا إلى إنسان وضع بصمة واعره في المطبخ في المطبخ وعنده لاتوش ديالو اللي راه معنا عبر اسكايب رياض الشاف مهدي شطاح الو مساء الخير الاتصال راه مباشره من لندن مساء الخير مهدي الو الو لاباس لاباس الحمد لله وانت مهدي والله الحمد لله صحه رمضانكم الله يسلمك وان شاء الله يدخل علينا بالصحه وصحة رمضان الرياض والشاف لي معاكم تاني ربي يخليك مهدي أول سؤال إحنا يعني حابين نعرفوه هكا يعني كيفاش تجوز رمضان في الحجر الصحي لندن لندن ياك لندن يعني. مزيرين ما كاش هذيك تاع تخرج لبرا الغاشي هو ربع يشرو منا لا لا جوستومو رانا نخرجوا احنا عادي قول والله لندن مقارنة بفرنسا يعني كانت نسبة الحجر الصحي فيها ماهيش صارمة كيما فرنسا ياك في الاول ما فرضوش عليكم الحجر الصحي نعم دوكا ماشي فرض ما كان حتى واسمو الحجر الصحي دوكا في لندن وشنو اش 24 مصباح الليل عادي لبرا اوكي عادي عادي يلا مهدي راح الايام ديالي اللي نجوز فيها كيما يجوزوها كاع الجزء انا نوض الصباح حكمتوني اون بلا بريباراسيون راني نطيب يلا مهدي اليوم راح نطفلوا على المطبخ ديالك ونشوفوا كيفاش راك محضر باعتبار انه مهدي على مواقع التواصل الاجتماعي راه دائما يبارطاجي الهيلثي فود الاكل الصحي لانه انت دخلت في شهور وانت مداوم على الريجيم او الحميه الغذائيه الصحيه وكملت بها حتى رمضان وي بيان سور باسكو عباك انا هذا رمضان سي لوكازيون ديالي باش واحد يشيان وباش واحد يجيب كيما يقولوا لاطاي صح مهدي بيناتنا نهضروا شويه ونفهموا بزاف كيما يقول نهضروا هكا بالعاميه تاعنا في شهر رمضان هيلثي شغل تاكل الوسم هذاك الشي فلور مفور في رمضان اكيد لا انا ما نقدر لازم كيما الشوربه والبوراك وشنو البوراك تفوروه يا اخو لازم الزيت
الفوغ، نديرو في الفوغ البوره. يجي خطأ في الفور. رياض من الأمل من الناس اللي يحبوا الدسم. ها أنا ناكل في الفوغ. نو نو يا رياض، سي لوكازيون ديالك مع الحجر الصحي، باسكو الناس رفدوا البوا بزاف، ودوكا مع رمضان والواحد ما يخرج ما والو، لوكازيون باش تكون هالتي. باش دير لاطاي باسكو من بعدك وجاي الصيف خويا. يا خو انا نوزن 65 كيلو تما راني تخي عادي ماشي مشكل نورمال ماكش. اه على بالي. وتعرف ان اكثر المشاهد انه الشيف مهدي كان ستار البرنامج توب شيف اللي كان على قناه الام بي سي وكانت له بصمه خاصه. مهدي واش سر الاطباق ديالك وسر كيما نقولوا حنايا الموفمون ولا العفوية ديالك هذيك اللي كانت زايدة وحتى الروح الرائعة اللي كانت مع المشاركين وأصدقائك؟ والله غير ما فيها حتى سر، برك كل واحد وكما يقولوا الكرياتيفيتي دياله، كل واحد والإبداع دياله. أنا الأطباق ديالي كنت نبدع فيهم شوية باسكو أنا عندي إكسبيريونس في الحلويات وفي الطبخ العادي. ألوغ كنت نميكسي ليد سي بوغ سا. هي لو كان يعني غير شويه تولي تمد من النصائح تاعك القيمه اللي كنت تمدهم هكا في البرنامج للاخت والزميله ياسمين سعوده هكا توقف معها شويه باش مو تعلم عفسه هكا خفيفه ما فيها والو مهدي. ياسمين تعرف على حسب انا واش قصرت معها تعرف طيب كلش والله اعلم. وين تشري كلش هاك قاصد. الحقيقه دوك عمك باللي كيغلقوا كلش الحوانت هذوما على جال كورونا بانت الحقيقه، ولكن يعني كاين بزاف رجال ولو يتعلموا في هاد لابيريود ولا لا مهدي. انا واحد في التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي منهم انستغرام دائما راني نشاري يومياتي دائما ونسي نحط لهم دي ريسيت تاع هيلثي. اكزومبل البارح درت لهم اللحم الحلو بلا سكر. في بلاصه سكر درت واسمه جو دورونج. سما راني نسي نعاون الناس لما يشوفوا فيا باش ياكلوا هيلثي في هذا رمضان نجيب لهم دي ريسيت جدد. مهدي شحال عندك وانت خارج الوطن وبعيد على عائلتك ولا عائلته ساكنين معاه؟ لا لا عائله ديالو في الجزائر. العائله هنا شحال عندك وانت بعيد عليهم؟ العائله الكبيره ولكن العائله الصغيره في اوروبا كذلك في قدام في لندن. شحال عندك وانت بعيد عليهم مهدي؟ 13 سنه. الله يبارك. بيناتنا قبل 13 سنه هذوما كنت تعاونهم انت في رمضان الداخل ولا لا؟ لا نو لا جوز في الدار انا من دوكا انا كاين هبط الجزائر ما نطيب اي ما نتوشي حتى حاجه نطيب. والله هذا هو السؤال اللي كنت البارح حكيت مع مهدي قلت له انت طيب بزاف شغل تجيك هكا بيزار تاكل ماكله الناس. قال لي ياسمين عاود لهم الاجابه اللي قلتها لي مهدي. انا تجيني صعيبه باسكو نهار كامل وانت طيب في الدار انت نهار كامل وانا في الكوزينه كي ندخل الدار ماذا بيا نيفيتي كاع طياب بصح كاينه وحده برك طيب لها اللي هي مرتك هذا ما كان. وطيب لها انت يعني؟ الزوجه المستقبليه ان شاء الله. ان شاء الله. يلا هذه رسائل اخرى تطلب يا رياض. نعم رياض اذا كانت جزيريه بالسيف عليك طيب لها. انت شاف تزوج بجزيريه ما طيب لهاش حبي تخلص عليك. لا صح هما من بعد عمرك شنو يقولوا يحق من بعد يقولوا يحقروكم اللي شاف انتم معك شاف تولي تقول لك انا ما نعرفش كيما انت تما تخبطك بهذيك الجمله الصعبه جدا اللي يتاثر منها كل شاف هكاك شاف تاع ما نعرفش قد ما نعرف ماشي كيما انت الوغ اليك المطبخ سيدي الشاف. لا 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 انا أنا نعلمها بعدك خلاص نوري لها روسات ما نزيدش نعاود هذيك لا روسات هي دب الراسة. ان شاء الله وانا ما نعييهاش هالفي انا غير خرشف وماشي غير بروكلي غير الحاجة الخضراء غير الخضر والفواكه. فور ودور فور ودور احنا شعار فور ودور. يلا مهدي اذا حكينا اكثر حول الحلويات باعتبار انه انت متخصص شيف حلويات اكثر ياك صح مهدي؟ شاف حلويات انت يعني تميل للحاجه اللي جاتو اكثر من الشيء الاطباق ولي سالي كنت في الفتره ياسر اللي فاسكي تفضل قولي لي تفضلي انت ما نسمع فيك. قلت لك مهدي انه انت شاف يعني تاع الحلويات اكثر من الاطباق يعني الاكلات ولي سالي يعني اكثر الحلويات. هذه الفتره صحيح. على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحتك الخاصه على الانستغرام كنت حطيت وصفه كانت نال اعجاب وطلبوا الوصفه كثير على صفحتك الخاصه اللي هي الرافاني او القلب اللوز ياك اليوناني. كانوا كل البنات الجزائريات كانوا حضروا في البيت باعتبار انه الوصفه سهله لا جدا صح
هو الرافاني هذا كاين الناس بزاف اللي هو رافاني عباره عن رايح البسبوسه قلب اللوز. علاش نقولوا بسبوسه قلب اللوز؟ لانه فيه فيه الفارينه وفيه لي دو، فيه الفارينه وفيه فيه السميد. يلا مي اليونان، اليونان هما عندهم يقولوا له قلب اللوز باليونانيه، باسكو عندهم اسم هذه الوصفه تلقاها في الترك في اليونان في النورث افريكا في كاع الافر. انا هذه الوصفه كنت نعملها عندي بزاف، بصح بسطتها 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 سبيسيالمون الجزائريين باسكو المواد في الجزائر شويه ناقصه. وما انا ما نحبوش حاجه تقصحوا لنا فيها، شايف كيف لازم خفيف وظريف. مهدي هاي معنا الشيف ناديه، هاي معنا الشيف ناديه، شفت واش دارت لنا في المنيو اليوم؟ كنت نتبع انا شويه، كنت شفت فلاتيلي او ميم طون كنت نطيب سي فورسا ما شديتش مليح. بالخير هاي معاك ناديه، هاي معاك بس الخير. رمضانك بصحه ان شاء الله. شوفي واش راكي لاباس؟ صافا ومتاعك مليح؟ شكرا لاباس الحمد لله. الحمد لله. واش طيبتي اليوم؟ اليوم انا ما طيبت والو، عندي عندي كيما يقولوا ميكس فاج للخضره مفوره مع الجاج. بابك انا ما نقدرش خويا، انا ما نقدر الفضل الخضره مفوره هكا رمضان عندك باللي تخلي المتوم. كيفاش الخضره مفور؟ دقيقه برك تنويه، انايا نقول لهم دائما تنويه. نديكم نديكم معايا الكوزينه، ادينا الكوزينه باش يشوفوا مهدي على الموبايل. شوف قد ما راك راح تدير في بالك باش تشهيني في الخضره مفور. اروح انا نشوف فيك. نعم تفضل. شوف باش تعيا هكذا باش ما تجيش قاطع، باش تمنوني يا مشاهدينا مع العلم انه هذا ماشي في فصل الصيف، هذا في شهر رمضان. ما تحبش خضرة ماشي في رمضان هكا وحدها. ما درت شوربه ولا ما درت؟ لا غنديرها لك شوربه. انا وقت عندي 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 سوبه تاع لي ليغوم وغادي ندير فيها والديساغ تاع لي ليغوم. والديساغ تاع لي ليغوم نو جوستومون هذا الفاج ناكلو مع الصومو. اها مع الصومو. اي كنت تفهمني بالاول هكا جوستومون. صومو فيها هو اللي نسيك في الخضره. اهضر هكا من الاول باش ما نظلمكش حبيبي. وي اليوم الحاجه اللي درتها انه درت كيك هالثي. هاولي كيك هالثي. يلا راح شنو هذا؟ دقيقه باك باش نشوف واش فيه. مهدي هذا باين فيه شوفان. هذا هذا مخدوم بالشوفان. انا نروح الشوفان المر نخرج انا ما نكملش البرنامج. ما نقدرش مر الشوفان. لا لا ماشي مر. لا 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 والله غير بنين بنين بنين. لا لا ماشي مر. هذا من الحلويات يعني. يا مهدي مهدي انا واحد الوقت دخلت ندير دخلت واحد الوقت هكا ندير ميوسكيلاسيون قالوا لي لازمك تاكل الشوفان. غير الشوفان. والشوفان هذا عطاني واحد الريسيت هكا. انا شوف درت له الشوكولا بلا ما نديروا لابوب. الشوكولا هذيك الدائبه والسائله اللي كاع يحرفوها. زدت له البنان وزدت له كاع زدت له العلانه والعفايس سيتو وقعد لي مر تما ما قدرتش ناكلو. نقول لك مهدي واحد الحاجه، هذا البنادم هذايا عنده صعيب في الذوق ديالو. صعيب صعيب صعيب. سقسيني انا نقول عن رياض عنده اذواق وجد صعبه ويخير بزاف يتشرط. ذواق لا لا نعم ذواق. ما من الناس يعجبهم كاع هذاك البلا. هو يقول لك انا ماشي بنين. عنده ذوق جدا صعيب. هي كاليتي كان كاليتي مكاليتي تاع الشوفان. انا الكاليتي لهنا باسكو هو الشوفان ديجا معروف في لندن. وحنا نجيبو حنا نجيبو من سكوتلاند الشوفان سي فوكسا. انا واحد انا واحد ماشي حلو هذا باش خدمته انا. هذا شوف هذا ما فيه الكيك، هذا ما فيه لا فارينه لا سكر. تسمع الحق لي نخلي القلب اللوز ونخلي جو سي با كوا سيجار بالجوز واللوز وبلي زوبسيون ما نبغيش شنو ناكل الشوفان. لا لا حبيبي خلاص ريا معك ثلاثه انا وبهدي. الله يفتح عليكم مهدي. انا ما نقدرش انا اسف انا اعتذر يا مهدي بصح ما نقدرش ناكل الشوفان. هذا البنادم هذا يا راه يدوخ في الله او يدوخ في الراي العام في الجزائر. ان الناس ماركه وحنا نقول لهم هالتي هالتي. خلاص دوروا كاميرا شغل ما يديتيش انا اليوم جيت ناديه. اصلا راح يعطيني وشنو مهدي؟ خليني نكمل كلاريس. تفضل نكمل كلاريس. دوك يتبدل لك رايك كيما كيما روح كمل. هذا الشوفان شوفان خدموا بالحليب تاع الكوكونا والزيت تاع تاع واسمه جوز الهند وبالكوكونا ثاني وبلي بيبا دو شوكولا وبلي سيريز وهذه هي. ما كنت ماشي بنين. ما كنت تحكي كذا من الاول. انت كل مره جبت لك الصومون بدلت رايك. صح لا لا هو شغل يبريزونتي لنا حاجه من قبل بشكل ومن بعد كي يبدا يعطينا في المكونات تاعها شغل نبدا نعاود. اكيد اكيد. مهدي مازال معنا في الاتصال ولا قولوا لنا؟ يبدو انه
الاتصال تحرق له الكيك والله. لا انا حقلت لك يرجع لنا فقط. ما يتحرقش هاو الكيك، هاو الكيك ما يتحرق. سمعني سمعته سيد بكى. يلا مهدي، مهدي قلت لنا انه في الفطور ديالك ان شاء الله راح يكون فيه كيك كحلويات، وكذلك لاسوب تاع البارح. انا من عشاق لاسوب لانه ما نحبش الشوربه في رمضان. انا 29 يوم 29 سوبا تكون في الدار، لانه من الناس انا ماشي كيسيون هيلثي ولا، لانه انا نحب لاسوب ما نحبش الشوربه. سي فري صح صح صح. مهدي قل لي انا كانوا حبيت نقول لكم، انا واش حبيت، انا واش حبيت نقول رياض، انه حنا لوكازيون، حنا ما عندناش الحميه هذه اللي نتبعوا فيها، تسمى اوكازيون واحد يساكريفي ريجيم شهر ولا هذا الريجيم مش غيكون حياته. صحيح يا مهدي، يا مهدي باش تكون انت سيتو رمضان، يخلص رمضان رياض ومن بعدك تقدر تاكل. يا مهدي خليني نفهمك حاجه، خليني نفهمك حاجه، كيما الشوربه فريك اللي نوجهوا لها تحيه بالمناسبه، حنا الشوربه فريك عم بالي احنا في الدار ما نطيبوهاش غير في رمضان، وعندنا هذيك تاع 30 يوم قانون شوربه فريك، ما كاش هذيك تاع زعما نبدلوا نديروا الحريره جو سي با كو. احنا امان احنا شوربه فريك، بصح احنا مساكره لي زوريجين تاعنا من البسكره، وبساكره معروفين بشوربه فريك. ولا واش قال ناديه؟ احنا ثاني، احنا الصيفيه، احنا ثاني نديروها بالفريك. ايوا اصحاب الصحراء والصيفيه وهذو ما اصحاب الشرقي تو كاع يديروا الفريك. الفريك حسين المعده يقول لي الفريك تاعنا اللي بنينا تاع الصيف ما تعبس ما تعبس كربنينا. راح نكتب لهم دوكا، راح نكتبوا بالك في لاباج تاعنا تاع برنامج رمضان في الدار. لا 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 سوب كونتر الفريك كونتر الشوربه. لا لا نديروا الشوربه ولا سوب يعني. لا لا جوستي فان خاناني فرحانه بتعدد الثقافات تاع الاكل ديالنا. نهار ناكلوا فريك، نهار سوب، نهار فريك. ماشي لا سوب يا ناس، ماشي لا سوب. انا ما نقدرش نلعب في رمضان. رياض ندير لك فيو. فيو مهدي راك هنا. راني هنا نسمع فيك، راني نسمع فيك. شفت مهدي الجدل اللي صاري على جال شوربه فريك وعلى جال الاخر شوربه فريك. قلنا اجواء رمضان. رياض رياض انا لو كان نكمل هذه مع رياض برك، لو كان تعرف السلبيه تاع شوربه فريك ما تجيش تاكلها حياتك كومبلي، سيرتو كي تكون اجا مور الحليب وهذوك جوج حبات تمر وتضرب شوربه بريك بوراك. لو كان تعرف السلبيات واش دخل لك الجسم ديالك تقولي عندك الحق، ناكل بروكلي سوب وما ناكلش هذه. يلا معليش كلها تصب في كيما نقول لك صحه ال نضارب معاه السيد مغدر. ودوكا ماما رياض مانيش عارفه نضارب معها على المباشر لانه ارائنا مختلفه. قل لي مهدي اجواء رمضان في لندن والجاليه الجزائريه المقيمه تما، نعرفوا انه كاين جاليه جزائريه كبيره مسلمه كذلك والجزائريه يعني خصوصا اللي عايشه في لندن. قل لي المواكب الزلابيه قلب اللوز اسكو كاينين؟ والله يا ياسمين غير ماشي هذا رمضان ديفيرون على كاع رمضانات اللي فاتوا، واحد ما يتلاقى كل واحد في داره باسكو لانه الناس المحلات كاع مغلوقين، لي شوب ما كاش، اللي عنده قهوه غلق، اللي عنده وين يبيع ريستورون غلق، الجوامع غلقوا، هادو هما الاماكن اللي كنا احنا نتلاقاو فيهم. ابار هادو ما 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 ما, ما, ما كاش وين. انا لحد الان نتلاقى مع حتى جزائري، عندي صديقي برك هذا مثلا. ودرجه الحراره طالعه شويه في لندن اليومات هادو؟ درجه لندن مسينيا كونطرا مع السخانه، كي يجي رمضان مع رمضان وسخانه، كي يجي رمضان يجي سخانه. انا اليوم انا 40 درجه مئويه. رياض يقول لك 40 درجه مئويه هنا في البلاطو، رانا في السخانه تحت لي تخرجك وكذا. يلا شكرا لك مهدي على المداخله ديالك، اذا كان في كلمه اخيره ولا حتى اهداء توجهوها للعائله ديالك اللي تشوف فيك على المباشر. والله غير بارك الله فيكم انتوما، يعطيكم الصحه. ميرسي ليك انت يا ياسمين. رياض ان شاء الله معايا واللي يحب الشوفان كي نجي نجيب لك كاطو تاع الشوفان من الانجليز. دوك تخرج لك هكا في سكايب تاعك ولا على قناه شروق قريبا هكا واكثر. ان شاء الله. وصح فطوركم للشاف ثاني رياض ياسمين. ربي يخليك، شكرا. تحيه لعائلتي وحتى تحيه لولاد لوساندي كاع حومتي العزيزه. صحيح حبيبي، شكرا لك وصحة فطورك وتحية لكل ناس الجالية الجزائرية تاعنا المقيمة بالخارج. شكرا لك مهدي على هذا المداخلة وحتى النصائح اللي كانت تاخذهم شوية بعين الاعتبار يا رياض. دخلت معه في جدال آخر. خلينا دوكا من الماكلة، خلينا من الماكلة وكذا نروحوا شوية نروقوا شوية الجو، نكالميو شوية الجو بالفال والبقالات وكذا. تحبي الفال وهاد الصوالح؟
ايه شويه انا الامثال الشعبيه اوكي. احنا عندنا امل دائما تعطينا الفال للشباب تاعها وتعطينا قصه تحكيها هكا معها. يلا شوفوا الفال مع امل ونعود نرجعوا سعودة. يلا جانا ضيف وضيفنا احنا لطير نقي اربى الريش واللاحي اكيد عرفتوه رمضان. القصبة الهندسة المعمارية ديالها قعدت محافظة عليها لتنتمي إلى الفن الإسلامي. هاد الهندسة المعمارية هي اللي خلت البقالة تبان. علاش؟ خاطر القصبة كامل مبنية دويرات، دويرة مرصة قدام دويرة. داخل الدويرة تقدر تلقى عائلة الكبيرة كامل ساكنة، كما تقدر تلقى جيران ما تربطهم حتى علاقة ولا صلة. هاد الجيران كامل يتلاقاو في واحد المواطع، يتلاقاو في وسط الدار، يتلاقاو في بيت الصابون، كيما يتلاقاو في السطح. هاد الأماكن كامل خلات بيناتهم احتكاك وخلات البقالة تبان، خاطر هاد الأماكن كانوا يقدروا كيما وسط الدار ولا السطح يتسهروا فيهم. المرأة القصبانجية سخية ما تقدرش تروح في زيارة بلا ما تدي حاجة في يدها. كل وحدة واش توجد، زق طايف، صامصة، قريوش، محنشة، كل وحدة على مقدورها. يروحوا يتلاقوا كامل في وسط الدار، صح هذا على شرط ما يكونوش رجال. رجال يروحوا يصلوا صلاة التراويح ولا يروحوا للقهاوي، كانت الحرمة. كملنا الحكاية تاع اليوم، نروحوا نسمعوا الفال انو وعقدو. بسم الله بديت عن بي انا صليت، وليكم هاد الفال انا نويت. يا مول القلب الحزين اسمع للفال الزين، ترتاح اليوم معايا يا الحنين. وقالت اليوم تقول دارنا في الجبل ودار الحباب في السفل، هجروني ما لقيت مع من نرسل. رسلت خاتم في طير حمام، نصابني ساعة مع الحباب ونرقد سبع أيام. يا فال يا فلفال يا فاتح سبع قفال، يا ربي يا العالي سمعني فالي. يلا عودة لكم مشاهدينا، والفال أكيد لأمال كل مرة تجينا ببقالات وكذلك كلام جميل من تراث وأمجاد جدودنا باش نحافظوا عليه في شهر رمضان، باعتبار أنه شهر رمضان كل مرة نتذكروا فيه شعائر ديننا وتعاليم ديننا تاع البندالوس تاعنا. ما تجي تحفظها صعيبة صعيبة. صعيبة شعائر وتعاليم ديننا. نروحوا الآن عند نادية. نادية ندود، واش قلنا في البندالوس تاع رمضان في الدار عطا، والشهر اللي نحيو فيه ماشي عاداتنا ماكلتنا البنينة، أطباقنا البنينة، أطباقنا وماكلتنا البنينة. يلا نادية هذه تاع إيمان نادي، تحية ليها. ما تجيش رياض. أنا والله غير راني حاب نجي، قالوا لي ما تجيش باسكو كان نجي باينة باللي شغل. لا لا أنت خايف اليوم اللي قالوا لك الفطاير تاعي واجدين وحد الريحة يا رياض شنو نقول لك. لو ديسير تاعي واجد، بقات لي نديرو لا بتيت توش تاع البيستاش. البيستاش الله الله، حتى الدغيساج تاعو عجبني. إيه سي إيه سا شونج. ندير بيستاج لوس إيفيلي حبة سوغيس كونفي حبة فخاز اللي جات اختياري لو ديسير. ولو بلا ديالي كما راكم تشوفوا رافقتو بان بتيت صوص مع لو شامبينيون والزيتون، هذيك المرقه اللي طابت فيها الدجاج دائما نخلوها ما نرموهاش على بالنا باللي البنه كامل اي فيها. الغولي تاعي كنت قطعته، كنت تشوفوا لهنا لي ديغادي تاع لي كولور تاع البياض البيض اللي كنت رابيتو، والفخوماج بيان سور مع لاصوص فخوماج نرافقها بهذا الصوص بلانش تاع لاصوص فخوماج. العقل برك على المشاعر اذا ما يعني شو اذا ما فيها والو. الرهيفه تاع رياض بن عمر. يلا كان هذو اطباق اليوم شاف نادية الرائعين، وكذلك اللي معالي يكونوا مع لاسوب ولا مع الشربة الفطائر تاع ليزيتينا. قبلها عندنا مكالمة، نظن انه اخر مكالمة هاتفية النهار اليوم. الو الو مرحبا. الو الو مساء الخير، اذا كان تعطونا الصوت احنا في بلاطون نسمعوا. الو الو مساء الخير سيدتي. الو مساء النور، مرحبا بك معنا. صباح
صحة رمضان. واش راكم لاباس؟ الحمد لله يا ربي. رمضانكم بالصحة والهنا. الله يسلمك انت تاني في حياتك وحياة كامل. الأخ ياسمين الأخ رياضكم منورين الشاشة. ربي ينورك بكم بيان سور. شكون معانا؟ شكون من؟ وهيبة مزدية. خيار الناس، ناس المدينة. الله يسلمك. شكرا لك على الاتصال. وهيبة شفتي لي غوسات تاع نهار اليوم تاع الشيف نادية؟ ايه شفت من غوسات تاع الشيف نادية لي بولي غولي هذاك ما تنديرو في الدار. وينجح لك كي ديريه في الدار. ما تنديرو في الدار يعجبني بزاف. وما من الاطباق الثانية اللي دارتهم الله يبارك. الله يبارك فيك. يعيشك يبارك في سلامتك حبيبتي. شكرا لك سيدتي. يلا إذا كان تشاركي معنا في مسابقة باعتبار أنه الاتصال الأخير اللي راح يدخل في القرعة معنا وسحب النهار اليوم اللي فيها ثلث جوائز اثنين محدث من طرف ثلاثة من والرابعة من عند ريكامار. يلا اسمك هو الأخير إن شاء الله اللي يدخل في السحب. السؤال سمعتيه ولا نعيده لك؟ سمعت السؤال. يلا اليوم حفظت السؤال. أعطينا الجواب. ما شاء الله عليكم. أعطينا الجواب من الأخر. رجاوي. اسمه؟ رجلاوي. احنا نديروا روحنا زعما بسمعنا. نعم رجلاوي. متأكدة من الإجابة؟ أكيد سير. نعم رجلاوي. رجلاوي من الإجابة. بلا ما نمدوا لك اختيارات. يلا أوكي. إن شاء الله راح ندخلوا الاسم ديالك في السحب إذا كانت الإجابة صحيحة. وشكرا لك سيدتي على الاتصال. إذا كان في إهداء للعائلة. إهداء للعائلة أو نهدي إهداء لعائلتي في بدي سليمان ولاية المدية، عائلة عطا وعائلة زوج تاعي لطامي وزري. إن شاء الله تكون العائلة ديالك في الاستماع أكيد. برك لازم نزيدوا الاسم الأخر باك. عودة أني أسمك أنا وهيبة. وهيبة مزدية. وهيبة من المدية. شكرا لك على الاتصال. إن شاء الله اسمك رانا حطيناه باعتبار أنه إن شاء الله يا رب يعطيك من الصحة وصحة فطارك. أنا آسف ولكن المهم يدخل في السحب. صحة فطارك. الله يسلمك. شكرا لك سيدتي. إذا سؤال النهار اليوم كان حول شخصية الممثل اللي كان شارك في سلسلة عاشور العاشور. كانت اتصالات كثيرة. السؤال حفظه رياض والجواب حفظه وكذا. وحتى هو شخصية مشهورة كان رفقة الفنانة ليليا بو يحياوي نحيوها عفوا بالمناسبة ونقول لها رمضان كريم. كانت تقمص الدورة حمامة. كانت الإجابة هي رجلاوي وكانت إجابة بالإجماع لكل المتصلين والمتصلات. أسمع الإجابات كلها لشاركوا عفوا كلها في هذا صندوق العجب. صندوق العجب هذا يوم راح يكون نسحبوا أربع فائزين لمباشر أنهار اليوم. أصنع وش نزل. يلا خليك دور للكاميرا من فقط أنه باش يشوف. هكا شو مانيش نشوف ها. يلا رقم واحد. رقم واحد الفائز أو الفائزة. إذن هي فائزة أم ذكرى من تلمسان. أم ذكرى هي أول فائزة معنا في السحب اللي راح تأخذ جائزة من الجوائز المهداة اللي قلنا ثلاثة من عند سواليس وكذلك من عند شركة ريكامار ليتون. ثاني فائز أو فائزة لمباشر اليوم موسيقى رائعة وهذا الاستخبار الأندلسي. عندك فائز ثانية لهذا المسابقة لرمضان في الدار هو محمد بن علي من غليزان. مبروك عليك محمد الجائزة لنهار اليوم وثالث مباشر لرمضان في الدار. وأنا عندي الاسم الثالث سارة عربي من فرنسا. فرنسا هذه كيش تدي الكادو سارة عربي نطول الكادو للعائلة ديالها اللي تكون هنا في الجزائر العاصمة. وأكيد ختام والرابع الرابع بما أنه تاع ريكامار من عند نادية نادية ديالنا خيرنا. ومازال رياض ما ننساوش هاشتاق اللي من تشبه ناديه لشناوا ولا لل حصه جايه يقولوا لنا وقلنا عاودوا نوجهوا تحيه القادر الجابوني حبيبنا لو يشوف فينا ان شاء الله. يلا خير يا ازم. سيد احمد طالب من وهران. الو الاسم الرابع هو سيد احمد طالب من ولايه وهران اللي ربح تشكيله شابه تاع ريكامار.
إذا رياض كانوا أسماء الفائزين. نذكركم أنه كل أرقامكم مع غرفة الكنترول كانت أخذتها ورح يتصلوا بكم قريبا باش تستلموا الهدايا ديالكم. نعاود نذكركم أنه الهدايا اللي كانت اللي وقف عليها ورح تعطيها لكم شركة سواليس لمنتجات التجميل من شامبو وجل دوش وكل أشياء راح تلقوها في الصال دو بان ديالكم الحمام، وكذلك شركة ريكامار ليطون تشكيلة من الطن راح تزينوا بها أطباقكم في شهر رمضان الفضيل، وكذلك راح نعطوكم وصفات كثيرة من عند الشاف نادية والشاف نوال باش تدخلوها في طاولتكم لطاولة رمضان. رياض أكا شوية وترقى ألوغ أنا ما خلاص تحسقتيني بالنية فايز نو شوية نعاس شوية عيا وشوية حرارة وشوية أكثر شيء هو الجوع، وكتكونوا واقفين قدام هذوما والله غير ماشي ساهل ماشي ساهل. نعاودوا نفكروا برك مشاهدينا الكرام انه يوم الخميس راح الناس كامل هذوما اللي شاركوا خلال هذا الاسبوع واحد منهم ياك هكا واحد منهم اللي راح يربح بعمره لشخص مهدات من وكاله الشهرة للسياحه والاثار. وصلنا الان للختام، اعطينا كلمه ختاميه. يعطيكم الصحة، أنا سعيدة بلقائكم، أول مرة عندي لقاء معاكم جلست الحصة ولا أروع تخبي والله ولا صبحت فيك جاية قلت ما نعرفوش هي ما نعرفهاش فينالمون لو توب وندير أنتي كوكو لجاري طلع لي كل يوم يقول لي صمت اليوم ديري لي أنتي كوكو عبد الله لا جالي صغير سي لا دوزيام فوا عبد الله كل صيام في الجنة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. شكرا لك نادية على كل أطباقك، وأكيد شكرا نادية راح تكمل معنا رمضان، ولكن تشوفها راح متخلفة مع الشاف نوال في تحضير أطباق رائعة لكم واقتصادية. رياض ما بقناش كثير ونختموا المباشر ديالنا، سلامنا لكل الناس أكيد اللي كانت متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أنه صفحتنا على الانستغرام لبرنامج رمضان في الدار، وكذلك لقناة الشروق على اليوتيوب اللي يكونوا يشوفوا مباشرة على اليوتيوب ولا حتى بعد البث الديالو. من عندي لكم أحلى سلام رياض، نذكرهم أنه في شبكة برامجية كبيرة.